عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار، مساءكم جميل وسعيد، مساءكم يوم جميل كجمال ابتسامة اللي علم. حياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم كرزمة 73، تخيلوا الرقم كم؟ 73. جماعة الخير، في يوم من الأيام كنا نقول كرزمة 9، كرزمة 12، اليوم 73. يعني عقب أيام بنفتقد الشباب في المنتجع، بنفتقد كل شيء يصير في المنتجع، ونقول للرادار اهلا وسهلا ومرحبا بكم، العوده الى مضمار البرنامج. حياكم الله اخواننا في الرادار، الله يعطيكم الصحه والعافيه، يو عسى ربي يحفظكم. طبعا اليوم في كرزمة 73 معاي ثلاث متسابقين، في متسابق للاسف الشديد غايب، فاذا في متسابق غايب احنا شو نسوي؟ نسحب على متسابق رابع. ومن كرزمة 73 يا ترى من المتسابق الغايب اللي بنسحب الآن على اسم وبيكون محله في القرعة. أنا أقول لمحمد الزعيزعي حياك الله، محمد الزعيزعي حياك الله. بس يا ترى مكان من الشباب؟ الله أعلم. أنا أعرف متسابقين يعرفون من الشخص، من المتسابق الغايب، بس مثل ما ينقال الغايب عذره معاه والخصم يلحقه وين ما كان. حياكم الله جميعا اخواني واخواتي المتابعين والمتابعات، وايضا انوه بوجود اربع جوائز باذن الواحد الاحد يسحب عليها في الحلقه من راعي الفقره المليون شجره، وايضا راعي الفقره السيف جاليري. ثلاث جوائز من المليون شجره وجائزه من السيف جاليري. وارحب بدايه بالشخص الجميل الشيف الكبير والمتذوق الجميل حبيبي ساير. هلا 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 تو 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 هلا تو منور. شوف هلا هلا الله 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 هلا. بعدين انت سحبت مني طلع الزعيزعي، اول شيء نورت السعوديه، منوره باهلها السعوديه. ما يحتاج حمد حبيبي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ مساك بخير. صدق اني مشتاقين لك. اشتاق لك العافيه، واحشنا حيل. تدري ان الزعيزعي امس ناديناه تعبنا واحنا نادي في الاعداد و... سبحان الله. ولا نصيبه ولا قام نصيبه ذابح النوم نصيبه. فاليوم الله يستر نصيبه، خاف ما يجي. تعيش والله تعيش. القبوع ضيق يا اخوي، معلي انا اضبط لك القبوع. لا حركه ثانيه خبرك، انا ترى انا في يوم من الايام كنت شيف. انت شيف؟ شيف. صرت مهندس الحين. ايوه الان مهندس. نفس همسي على القوان ذي. ايوه شوف اي خالد كذي 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 الله. طيب العبره بالخواتيم حبيبي، صاير نهار. فزعيزي البارح ايه؟ سحب. انا اليوم خايف اني اسحب. احنا الان نادينا على الاسم وانا ما قلت من الشخص الغايب. خمس دقائق اذا ما شفته هنا لا يدخل المطبخ. طبعا مين حكم للشيف؟ انا ما اقدر اقول شيء. ايه انا مقدم بس. ونعم الدرجات عندك بس يا قلبي. انا ما اقدر اقول شيء. بسم الله الرحمن. طبعا ودي اصوت على اخوي فهاد البقومي، حياك الله يا فهاد. وايضا عادل بن هيف، وليد الزهراني، حياكم الله يا شباب. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. الله بالخير جميعا. حياكم الله. نلبس ونسلم. ومحمد الزعيزعي وينك؟ هلا حياك الله. ارحبوا ترحيب المطر. ارحبوا وليد ترحيه. ارحبوا وليد ترحيه. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيب. ارحب يا اخي. في ازعاج كذا بطلع انا والله. اذا في ازعاج انا في الظهر ما اروق. مجرم ازعاج ذا مجرم. تعال 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 قبل كل شيء، البارح يوم ان ناديك ونقوم الدنيا عليك فوق تحت، ليه ما طلعت؟ ليه ما غير صحيح؟ غير صحيح؟ ما حد جاني. انا بنفسي جيت. جيتني؟ جيت انا نايم كبر المخده. جيت وش جابك حبيبي؟ هذا يوم جمعه نفس حلاله لي. والله جيتك، ليه ما تمسح عليه؟ والله ما دريت. فما تصلح اللون. ما دريت. شو النظارة انت هنا؟ هردقي. يلا هالمطبخ. يلا. عطوه حمودي. معك هو؟ اي معك. يلا عطى عفشه. الله يسلمك. شلونك؟ هاك. يا ويل يا ويل. والله مش عدل. يا ويل يا ويل. يا
طبعا عشان اترككم مع الشيف الجميل يقول لكم الطبخه شنو على ما يلبسون الشباب. طبعا عادل بن هيف واخونا وليد الزهراني في جهه وايضا في الجهه الاخرى ينافسهم نظارتك فهد. اي نعم غاليه شوي شوي عليها يا اخوك. احنا ترى انا مشكله انت بكبرك غالي يا قلبي. في الجهه الاخرى حبيبنا الزعيزعي محمد الزعيزعي وايضا الجميل اخونا فهد البقومي. تدري مالي حظ بالنظارات ليه؟ كسرت جتني كذا وفتره كذا نظارات تنكسر يا اخي. ما تسلم النظاره لها مده. يا عمر نجيب لك واحده. يا عمر ثلاث حلف حلف اسمع هذا يعني كانه يعني بخشيش. ايه تحس انه بخشيش. انا ما ارضى قبولها على الهواء. ايش يسوي؟ اكبر غلط. ايه فلا تحاول نفسك. نفسي واحد قال ابى اجيب لك عطر لليوم ما جابه. لليوم؟ ايه بس والله يا حمد تبي صراحه. عفوا ما اشتقت لي؟ الا انت اشتقت لي. حمد بصراحة أنت لك نكهة حلوة غير أختي من علي. علي ما شاء الله درجة أولى تعدى علي شوي. علي بس إن أنا أتعلم منه. هو أنا من جمهوره قبل لا يصير صديقي إذا. فأنت الحين أنا بمدح اللي موجود بس أنت عيار جمهور. لو تطلع يجيك حسن. جيت وشجابك حبيبي من بعد طول المغيبي من بعد طول المغيبي تبي الصراحة أنا الغلطان اللي حطيتك ايش؟ ما عندكم انتم يوم موسم الرياء موسم بحرين؟ قول اني ما اهمك. اسمع اسمع يا برودة والله دمك كنت في عيوني. خلنا نسولف مع حمد يا اخي اكسر صوتك. معليش انا اسف. في موسم بحرين؟ احنا البحرين طول ايام السنه عندها مواسم الحمد لله. تكفى ودي يوم من الايام تختار لنا ونجيك. أيوة تيون أبد البحرين ترحب والله إخوان. والله ونعم. تدري أيوة. ما عمري جيتها أبدا. ليه أبدا والله ما والله يعني. حياك الله هاي قولتهم عين غطة وعين الحاف وعين فراش وعين مخدة وعين كبسة مجبوس ياي. أنا حبيبي بس إن شاء الله أن نجيكم. والله نتشرف بكم. والله احنا لنا الشرف. عسى ربي يحفظك اخواننا مثل ما ينقال اخوان مريم اخوان نوره اخوان شما كلهم حياهم الله ديره ديرتهم. والله ونعم بكم. ما عليكم سعود. يا عسى ربي يحفظكم. انا اخليك مع الشباب اللي مرش وضعهم صراحه يخوفون. نورت الدار. هذه ما شاء الله هاي مو نظاره الشيخ. هذه مايله شوي تقول يا اخي خليك انت من مايله بس ترى ماركه وش ماركه جرينش يا رجال. اكبر غلط انك تحط النظاره على العدسات يا اخوك. انا اخليك مع الشباب عشان تعطيهم قليل يا اخي الطبخه. والله قليل يا اخوك. لا هو مو بالنظر تري انه هذا كيلو ونص. والله قليل. والله يا اخوك شوي شوي انت بتطبخ اكثر حق مين؟ حق العيال في المساكين في المنتجع. مساكين ما ياكلون. ليش ما ياكلون؟ ما ياكلون لما نطبخ. بالعكس ها ما ياكلون الا اذا طبخت. تفهم هذا الرز يكفيك. حنا نبي تست. حنا يعني حق اختبار. حنا تست. هذا تست. انت بتست وحنا نبي ناكل. تست تست ولا صامولي؟ حلوة. لا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك. لا 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 فنش فنش لا تفنش لا تفنش لا تفنش. خرطك خوي 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 والله ما طبق خوي صاير خوي تاكل نطالبك يا خوي. ارجع ارجع. انا اليوم ناوي ناوي اسوي هنا مشكله اليوم. طلع الخلاط انت وياه بسرعه بسرعه. ما نقل يلا والله ثقيله. هي احمد ربك والله ما شاء الله ترى حتى ها خله خله مكان بس يلا ودي ودي وديها غسل ده غسل فكر راس غسل غسل تعال بسرعه. اسمع ايش رايك بالغسيل؟ ايش تاخذ؟ اي خلاص غسيل تقطيع. طيب انا بجيب القدور الثاني انا غسلها مره واحده بس ترى ما ينكسر. لا 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 عندي لا ذا عندي. اي يعني انتبه عليه عشان ما يطيح منك. اجيب القدور الثاني. طيب وده يبا ارفع لي ارفع لي ارفع لي. انت شو انت فوق فوق بس شوي 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 شوي. لا اله الا الله شوي ترى ما ينكسر. ها ما ينكسر انتبه عليه. صح. اي يلا غسله زين بدون ما ضمير. اللي شكل الفريق اليوم خسران كان طابخ النية. خلنا نشرح لكم جمهورنا العزيز الغالي. طبختنا اليوم سهلة. قد طبخناها قبل فترة ولكن بشباب يعني بمتسابقين مختلفين. تكة ما سهلة. تكة ايش؟ شو اسمه؟ لا 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 دقيقة دقيقة نحتاج أشجار. نحتاج أشجار.
دام الاكله هنديه نحتاج اشجار بس تساعدني بلوني. خلنا نشوف وش ناوي يطلع فيها هو. طبخه هنديه. تفضل. طبخه هنديه. سنجاباي. اسمع 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 اللي سويته امس ما فهمته. لا ما فهمت. سنجاباي. تطلع من ورا دقيقه. سنجاباي. بوني. ما عجبتك؟ خلاص اسف. الخلاط ايش دخله؟ ايش الخلط؟ والله ناس يا ساير. والله يا ناس، والله العظيم يا ساير اني اسف. كذا تي نفس اللي عندك اللي. طبعا طريقة طبختنا يا جمهورنا العزيز تكة ما سلة. طبعا كل ال شو شو ما شاء الله. طبعا كل الأشياء اللي يحتاجونها المتسابق النجوم صح صار النجوم صار النجوم الحين صرف لكم واحد نجمة. طيب كل العدة المطلوبة منهم موجودة على الطاولة، من بهارات تمام، من كزبرة، من شو اسمه زنجبيل، بصل، كريمة الطبخ تمام. عندك الخلاط، عندك ويش خلاط، عندك ويش خلاط، عندك خلاط. خلاط هذا وش تسوي فيه؟ وش تسوي فيه؟ خلط فيه فواكه لا مشكل فواكه. تقمر البصل. ها؟ تقمر البصل. ايوه تقمر البصل لحاله، ثم تاخذ من البصل شوي ثم تحطه في الخلاط. طيب تحطه وين؟ تحمره. تحط تسوي كوشنه. حمسي. ثم انت تحطه في الخلاط. ايوه عقب ما تحطه في الخلاط تحط الطماطم. ايوه تحط معه شوي من الكزبرة. ها؟ شوي من الكزبرة. أيوه. أنت تسوي لك سلطة. أصبر. خلطة. تخلط مع كريمة الطبخ. تخلط. تأدب العدة هذه في الخلاط. تأديب. تنيم. طعن فرصة. تسوي بكل شيء يا رب. وين رايح أنت؟ بغسل يده. خلاص ترى ما عاد اشرح مره ثانيه. خلاط و اسمع غسل وجهي. غسل وجهي عرفت؟ انا مع انا امر البصل. العده كلها على الطاوله عندكم. عندكم خلاط. قمروا لي الدجاج خلوه شوي يعني مقمر لحاله بطريقتك. انا اعطيك ترى المح لك بس بطريقه اخرى. اجهل عرفت؟ سووا الطبخه مثل ما تشاؤون. التقييم هو الحكم. التقييم هو الحكم زين؟ بدينا. انت امس موجود. انت ايش تبي اليوم؟ صح اليوم صح اليوم. انا من سوء حظي ايه؟ انا عندي سوء حظ وحسن حظ. من سوء حظي صحيح اني طلعت يومين ورا بعض في المطبخ. تربخ شنو سوء حظ؟ خلينا نشوف حظ يومين ورا بعض لان كل العيال انت ما كل حظ. يا اخوي دقيقه يا اخوي اللهم لا حسد يا اخوي. اللهم لا حسد يا اخوي. اللهم لا حسد يا اخوي. خلينا نطق نظف قلبك. والله ما كل شيك يا وليد. خروخ خلينا نطق. عارف ذا بس خم خم. فهمت؟ اسمع لا ارجع انت وياها. ارجع تهني فهمت؟ تهني سوء حظي يا طول عمر السلامة اني جيت ورا بعض. ايه لان المتسابقين كلهم بيطلعوا مرتين في الاسبوع هذا. ايه انا جيت الثلاثاء والاثنين. ايه اما حسن حظي اني خلال 48 ساعة شفتك انت فيها ساير مرتين. لا كاني عادي وانا والله اني كاني انت يا ضا قلبي. اسال الله جل في علاه. ها ما تجيب خطوه ذي. اذا سويت ما جاب رايمات. اسمع شباب اسمعوا اسمعوا هذا خويكم عنده معلومه جديده بنشوفها وش. اذا سويت اللي تقوله كله في الخلاط ايه وين احطه بعدين؟ ما تعال صور معي يا قلبي. سني وانا اعلم عليك. بالعافيه يا قلبي. عليك ايش؟ بالعافيه. عليك العافيه. عندك دجاج اكيد بتحطه بالدجاج. اجل يا ابو حسن تلعب انت علينا. تكفتك فيسا تلعب علينا. طلب خلاص يعني اليوم بيصير خوي. تكة ما سلة. والله اني صادق. والله تكة ما سلة. انت قول حطه في الدجاج. نحطه بعد ما تخلص الطبخة. ايه الله يعين. الله يعين عليك. يلا حمسوا البصل الحين بسرعة. وراك كذا تسالون واجد. جايب لكم بصلتين. بصلة تحطها مع الخلاط وبصلة ثانية تحطها مع الدجاج. بسرعة لا تأخر خلي يدك حارة. يلا لا شوف ولا واحد مرتخي بسرعة. هذا دجاج. غسل المواعين انت وياه. غسل غسلنا غسل هذه غسلنا غسل هذه غسل هذا اللي
اي غسل للي تعال انا بس ابولع الزيت عشان يسخن. اي ولع الزيت الله يستر على بطني بس. قطع انت بسرعه بسرعه قطع خليك حار امرك. يلا يلا لا ترتخي خلكم قشر قشر قشر. بسم الله الله يستر يا اخوك. قشره قشره ليش الكسل؟ قشره بس عندك ما شاء الله الله يجزاك خير. سويت لك شيء؟ مبشر هذه مبشره يا اخوك. يلا يلا بس الله يستر. شوف شوف بالله يا مخرج تعال يا يوسف يوسف بالله وريه شلون يقشر. وريه عندي فكره. وريه يلا طيب لا لا, لا 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 هنا 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 احط لي الله يكرمك الزباله الله يكرمك ما عليك. شوف شلون يقشر الزنجبيل الله يخليه. توه طبعا بس سكين كذا حكه عارف عارف حكه قبل ابغى اشوف حكة. حده هذه اول والله حاد 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 ايه. ها قول لي طيب من البدايه يا اخي لا تعطلني يا اخوي. عطني السكين حط السكين حط السكين الله يمنك السلام الله تنكبنا تقعد. شوف ما شاء الله هنا الشباب بادين بدايه صحيحه واكيد بدايه صحيحه. مقطعين بصل. البصل وين تحطه؟ البصل في الشوايه بعدين بالخلاط. البصل وين تحطه؟ في الخلاط. الخلاط مع الكزبره مع الصلصه هذه أيه. مع الطماطم الخلطه. انا وعندكم رز ها تسوي الرز على خفيف على جنب كذا. حط الرز برضه في الخلاط. لا يا قلبي نحط معه الدجاج. ها اضحك اضحك وتكفى اضحك حط فكاهية لا فنشه فنشه. لا لا والله اقسم بالله ما عندي اسعاف ولا عندي اي شيء. اقسم بالله على طول تكفى عندي لاق. عندكم رز يا شباب شوي خفيف لطيف. الظاهر هناك القدر بيحترق. شوف يا يوسف خذ لك لقطه عليه. القدر هناك غدا اسود يا اخي. ليش ليش ايش 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 المصيبه اللي انت راح تسويها اليوم؟ وخروا عن الكاميرا شوي. ايش فيك ايش في؟ ما في شيء ما في. نطول على النار. شوف شوف البصل شوف الحريق اخر شيء راح اسوي. الشباب شغالين في مصيبه كبيره يعني. الله يبعد غسلها غسلها الله يرحم والدي. ايه بس باخذ ذا محمد. لا لا غسلها يلا. لا تحطوا لي شيء يرحم اثنين جابوكم الا مغسلين. اكيد 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 الله يخليكم. تكفون حتى الدجاج غسلوه. احتزم احتزم الله يخليكم غسلوا كل حاجه. احتزم والله ما ابغى اتسمم. تكفون احتزم. نعم احتزم. وين احتزم يا شيخ؟ احتزم بي حمد تعال خلصني منهم. تكفون شوف نفس الاوادم ذيله. ايه الله. شباب اللي اشوفه يتعدى المربع اللي عنده باقص ريله. باقص ريوله مو بس ريل واحده. اقول نسيت والله نسيت والله نسيت والله عليها خصم. يلا يلا حمزه حمزه يلا يلا سامح سامح يلا يا حمد يلا. شوف كبره بيخصم عليكم. خلاص نمزح نمزح ايزن شوي. انا ما الا مرسول والله. طيب الحين انت شوف اول ما سمعونا شيء مصوت. ايوه فالي بس دخلنا عزي خلنا بنضرب. ها عندك هنا اثنين خنجره. الاربعه كلهم مطربين. تكفى والله. السلام عليكم. عليكم السلام. على الشباب طيبين. يلا راح اغسل وجهي. حيا الله الغاليين. هلا بحبيبي. الله يعطيكم الصحه والعافيه. فهد شو اخبارك؟ خير ابشرك. عساك بخير يا فهد. ابشرك بنعمه يا رب. كرسمة 73 تلك ايه. الايام نداولها. ها؟ اقول راحت الايام ما بقى الا قليل. ما باقي شيء. وعساها ما تروح بغالي. فهد انت مقدم؟ مقدم. انت مقدم؟ مقدم. سؤال موهبة التقديم ما شفتها عندك. وش ايش؟ موهبة التقديم ما شفتك أبرزتها في البرنامج ليش؟ والله شوف التقديم تعرف ما هو زي الإنشاد مثلا في جلسة كشعر لازم يعني تكون فقرة. حلو سمعت مني؟ حلو. فيعني تقديم زي مثلا أمسية حفل زي كذا. واليوم بإذن الله خذها حصرية. يلا اليوم الأمسية اعتمدناها بإذن الله. اليوم إن شاء الله الليلة؟ اليوم بإذن الله. يلا مثل ما قال من هالفقره اللي اخواننا اخواتنا المتابعين والمتابعات نقول اليوم الامسيه الشعريه باذن الله لفهد البقومي مو معاك ايضا ابو حسن. والله نعم مالك سوف واحده بس قطعه واحده من النص. زين فهد حبيبي سم بس عشان بحط الخلاط. شو اللي خلاك تدخل مجال التقديم؟ والله احبه احب التقديم.
تحب التقديم؟ أحبه كموهبة. كموهبة؟ الله عليك. كم صار لك في المجال؟ ضبطي والله، من أنا أقدم حتى من أيام المدارس المعلومية. حلو، كان لك ظهور إعلامي. إيه كان ظهور على مستوى المحافظة، أما برا لا. ما شاء الله تبارك الله. الله الله، يعطيك الصحة والعافية. تقديم فهد. أكثر من حفلة على مستوى المحافظة. نقول أنت إن شاء الله تقدم الليلة ولا في غيرك من الشباب؟ وين؟ في الأمسية؟ لا أنا اللي بقدم. أنت المقدم. الله إيه؟ عليك. خلنا نشوف إبداعك ما يحتاج. بإذن الله. أنت مثل ما قال نار على علم. الله يسلمك. فهد، وين أقدر أشوف فهد بعد البرنامج؟ والله إن شاء الله في المكان اللي فهد يطمح له. اسمع لا من زين في المكان اللي فهد يطمح له بإذن الله. ونقول هالمكان وين خاص الفهد يعني؟ إيه ما تلام، ومثل ما قال اقضوا حوائجكم بالكتمان، عسى ربي ييسر لك يفتح عليك وامرك إن شاء الله يا حبيبي. فهد كنت في الديلة من الأسبوع اللي طاف؟ لا. اللي قبله؟ لا. راحة نفسية صح؟ أيوة والله راحة. مقصر انت معادي بنفسه هم ما بعاد تخش الدعم يعني؟ اي والله. اوه ما اقدر اقول شيء بس المعادي على العين والراس. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. زين حبيبي، لو قالوا لك هالاسبوع انت في الديلمة؟ لا اقول خير ان شاء الله، ان شاء الله ما نبجين الديلمة ان شاء الله. ما بقى الا بعيد بعيد باذن الله، ما بقى الا برايمين وعن نهائي باذن الله. نهائي وديني. والنهائي وديني باذن الله. عسى ربي ييسر لكم اموركم جميع. آمين ويوفقكم أجمعين يا آمين رب. آمين يا رب وياك إن شاء الله. الله يحفظك يا فهد. حل الله راعي الميدالية الذهبية بسم الله. الحين حط بصحة. هلا وغلا. هلا قلبي. يا أبو لك إياها عيال. يا أبوها. نقول هاي بداية التسيب وليد الزهراني ولا بداية النبض؟ والله أخذها من أول يوم إلى ذا الآن. إلى ذا الآن. إلى ذا الآن. إلى الآن ولا تغير. إلى الآن والله لن أتغير. ها؟ هذا هذه الميدالية ما هي إلا وسام شرف أحطها على صدري عشان أعلمك. إيه؟ عشان أعلمك الناس اللي جابتها لي تدري إني ما أحتاجها بس جابتها لي. ليش ما تحتاجها؟ لأني إن شاء الله إني ما بحتاجها. كم مرة دخلت الديلمة؟ دخلت أول مرة لأني ما كنت أعرف سياسة البرنامج، لأني ما أعرف البرامج الواقعية أصلا. حلو. وعقبها؟ ستريت. ستريت. مين يسار شوية بس. إيه. عقب كله ستريت. ستريت. ما شاء الله عليك. عيني عليك. مو عشان شيء والله. إيه. كجت مراكز وفزنا خير وبركة. الحمد لله. كان ما جت قد حين نقدر ونحترم. خذنا محبة. نحاول قد ما نقدر إيه. خذنا محبة. الفرصة هذه جينا فيها نحاول قد ما نقدر نعطي فيها. بس. هنيك. زين حبيبي سؤال. اسأل سؤال. لو قلت لك وليد الزهراني إياه في كلمة. اختصر لي وليد الزهراني في كلمة. لاني عالم فيزيائي ولاني حائل. اختصر لي وليد بكلمة. شغوف. هذا الرجل عنده شغوف. صحيح. لو قلت لك وصف عادل بن هيف في كلمة. هذا موهبة ربانية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. عادل. إنزين. وصف لي فهد البقومي في كلمة. برضو نفسي شغوف. لا انت كذي قاعد واحد ما يعرف مفردات كثير. ايوه اشوفك. لا لا حماسي. حماسي. محمد الزعيزعي برضو موهوب. موهوب. راكان. راكان سريع. اسالك بدون ما تفكر. حبوب. راكان. ابراهيم نجاشي. بارد. بروده جميل. برودة جدا جميل والله اني اعشق هذاك الادم بشكل. يعني لو اقول لك تتمنى شيء من البرنامج في ابراهيم نجاش تقول لي لا اتمنى فيه انه سعه صدره وبروده ما شاء الله عليه. الله لا يضره ما شاء الله. العصيمي. هواوي. شنو هواوي؟ يعني يحب السفريات. إيه؟ حلو. عمر بن هذال. هو يحب يطلق على نفسه شامخ. وشامخ شموخ. لا اله الا الله. عطوني أسامي. شغل زيك. ذكرني من باقي من الشباب. محمد السالم. مجتهد. حمد الفراج. مجتهد. مجتهد. العمدة. حمد الفراج. أديب. أه؟ أديب. سلطان الأمير. أديب. جماعة الخير. اللي بيتصل على التلفون بكسره. سلطان الأمير. سلطان الأمير. إيه لا من باقي ما أدري سلطان الأمير.
سريع عطني خلوق خلوق انزين هذا مطيري اخر واحد يا علي بس قبل فهد هذا مطيري ونيس اي خلاص ما بقى الا نايف الاكلبي نايف الاكلبي صح نايف الاكلبي اول شيء فهد المطيري ايش قلت فيه ونيس ونيس ونايف الاكلبي برضو موهوب لان انا اشوفها موهوب هاي تسليك لا لان انت ضيعت هذا ما شاء الله صوته حلو ونايف ما شاء الله شعره جميل جدا ما شاء الله هذول الناس قد بدوا حن خل خليتني بسولف يا مسلم اوصف سائر النهار سائر النهار منقذ ها منقذ ما في درجات ما اتكلم والله اتكلم انا صادق الله يجعلني بذلك الله يعطيك الصحه والعافيه الله يوفقك الجميع وليد الزهراني سم. متابع لبرامج سابقة لا. واقعية لا 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 المرة أقولها والله ما أعرفها لأن يرى من وليد الزهراني إن في مثل ما قال أفكار مكررة قاعد يحطها وليد مثل أعطني فكرة واحدة ما أدري يعني هاي اللي يشوفونها نظرة الناس فهل لا. وليد مثل ما قال هو توارد الأفكار وارد عند الحين إذا بتجيب السؤال جيب السؤال كامل خليني بس بقول لك أفكار أنا. مكررة مثل يا عمري إذا في ممكن أكمل هذا خلص الوقت ويقطع بصره ولا بيخلص طيب جيب القداحة طيب أشكرك وليد جيب القداحة قداحة أنا عندك عمك وحماسهم هاي اللي بدخلهم في داهية أنا عارفك بخرشه دام عادل بن هيف يقصص البصل فأنا غاسل يدي والله أقسم لك بالله أول مرة قطع البصل بضمير نفس اليوم هذا أتمنى ما أقدر أكلم المخرج عليه فصل أتمنى أنك تشوف عيل نتمنى عليك اليوم ترك الدوسري يطلعك حط البصل حطه هنا ايه بس هات هات هذا ها عادل كل يوم ترك الدوسري يطلعك كشن وحرك اليوم هذا انا ترى هذا انا والله قبل الحرمان وبعد الحرمان الله يعطيك الصحة والعافيه عادل بن هيف تحياتي لمقامكم الكريم اخي حمد الله عادل 24 ساعة طلعتها حلو شنو لازم تسويت مثل ما قال عصف ذهني وانا اقول لك يمكن 24 ساعه من عندنا احنا بدينا وخلصنا يا اخي تري قصص حق المتسابقين تقصد انت 24 ساعه لا اللي هو الحرمان اللي صار فيه زين سويت عصف ذهني حق عادل وغيره هو والله شوف حرك الزيت حرمان لا يطشر حركه طيب كيف حركه زيت كيف حركه صح حركه بيدك بش اسمه غسلت ذي عيالي شعر هذا وش ذي ما بعد غسلت في شعر هنا غسل ما بعد غسلت انا قايل لك ما بعد تستناها اذا جيت مسوي بغسلها بسرعه غسل شباب لا خليه عشان سايق لا والله تكفى يعرف العقوبات اللي كنت امرها العقبات يمين الله اني انا قبل يومين متسمم بالبروستيت جابوا ورضعوا في بطني والله الشباب واضح انهم متحمسين تعرف الديربي حقهم يعني اوشك على الانتهاء صح اي فالان كل من يقول انا دائما تشوف يقول لك الخيل الاصيله كلهم خيول اصيله مثل ما ينكر بس من اللي بيسبق ان شاء الله انهم يسبقون كلهم بس عاد ما البقاء هو ثلاثه اللي بيسبقون مستحيل يلا انا يهمني حراره يهمني قوه يهمني نشاط زين عادل نرجع حبيبي اصبر سؤال عادل بن هيب يعني نقول طلع 24 ساعه هل 24 ساعة صار فيها عصف ذهني العادل؟ لا هي كانت تريع هي كانت دعوة للتفكير وترتيب شو الأشياء اللي يفكر فيها وشو الأشياء اللي ما أخفيك إحنا يجينا إرهاق كبير جدا العيال وتسألهم يجينا إرهاق كبير جدا يعني من الساعة 12 الظهر تقريبا لين الساعة 3 الفجر وحنا على 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 قومتنا فهذه حلوه انك يعني خلاص تريح راسك شوي تستجمع قوه زين انا امس شفتك قلت لك ليش ما نمت قلت لي انا مو جوي النوم اي انا ما احب انام 10 ساعات 11 ساعه حلو يعني متعود اني ما ارقد اربع ساعات خمس ساعات اخو الله يعطيك الصحه والعافيه الله يعافيك ايه احنا جايين حق الزعيز هني الزعيز يمكن اول مره يستخدم خلاط في حياته لا الزعيز يمكن اعرف من جوز الهند خلاص سكر ممكن اعرف انت ايش حاط داخل اول شيء كل شيء شنو اللي كل شيء حتى اغراضي مخباي حطيتها الله يكرمك هاي عصير ابدا حشو وجهك هذا الصوص حق التكه وين المعجون ركبه انا ما اعتقد ركب المعجون ها ركب المعجون كله خليه ليه ما يحتاج ما يحتاج اي ترى هاي بس تحطها وتهنتها عادي يعني
شوف لا تمسكها ولا شيء ما تطير هاي ما تطير امسك مين ودها وما سك هيجا خايف انت هيجا هاي ما تهرب ها ما مقلبت انا شاي قلت خايف تطير الحين هي بتطير شوي قسم بالله هاي لو في شيء شباب وفقكم الرحمن ها اليوم رزعيز عيناوي على نية ناوي لك على نية يلا رزعيز عشان نسمع منك ثملت صح؟ بيض الله وجهك بس ليش ليش هو ما طفاها؟ هو انا ما اعرف شو وضعه انا ابي اسمع انا كان بخليها للصبح جوك انا اعرفك جوي زين سمعني يا رزعيز اي شيء بصوتك الجميل ابشر ابشر بالسعادة سلم او خلنا نشوف تحملوني طليقنا الحجاج بلشت في شيء يخرب كل شيء لو اني اسلم من تقلب المزاج والله العظيم إن كان ما شاء الله علي صح الصوت صح ابنك والله العظيم إن كان ما شاء الله علي إذا من العرب ناموا بدأ ليلي إلى من العرب ناموا بدأ ليلي الله إلى من العرب ناموا بدأ ليلي وحيد جالس الحالي وحيد جالس الحالي ونور البدر يلعب بأيا ويلي ونور البدر يلعب بأيا ويلي متى الأيام تصفالي متى الأيام تصفالي ممكن اعرف انتم ايش قاعد تسوون الان؟ احنا نضبط ان امور ان جعل الله يزينها. بنضبط الدجاج وبنتبله وبنحطه هنا بزين خلص علي طيب الدنيا تشلطت وانت مطولها على فهد. اخر شيء. ها دقيقه بس من وقتك. فهد. ارحب. وانت تخبص ما اعرف شو تسوي الحين؟ سلام. شو تقول حق الشباب هناك؟ امس وليد الزهراني غلب 2. اها. ايه. وليد. فيا ترى. وليد أول طبعاً كل الشباب قد قابلتهم في المطبخ ها؟ كل الشباب قد قابلتهم في المطبخ يعني جو ضدي إلا وليد وليد أول مرة وليد تسمع شي يقول لك شيخ خلي خلي راقب بس شي سوي هاي أول مرة يقابلك خلي راقب خلي يتعلم أسمع أنا سألته قلت له أنت أمس وليد الزهراني غلب 2 بروحه يا ترى اليوم وليد الزهراني وعاد بن هيف بيبونها أو لا؟ والله بإذن الله ما تعمل. شو تسوي؟ بدون والله طيب ها. بدون حلم. بإذن الله. بدون حلم. قلت بإذن الله. لا قلت والله أنا قلت بإذن الله. خلاص بس. لا لا أنت حلفت. حرك بإذن الله. خلاص خلاص احترق. من. حرك ما عليك. قائل شهر يجي. مجرم. طبعاً الشيف قاعد يشوف أشياء إنه يرى ما لا نرى. خلاص خلاص حط الطماطم الله يهديك. خلاص. نحط الدجاج. يلا يلا. شوية بس. لازم عشان تعرف ليش يا عيال الله يرحم والديكم شباب ركزوا معي شباب عيال عيال فهد ركزوا معي الله يرحم والديكم اذا انتم تاكلون وانا باكل وكلكم تاكلون عرفتوا فركزوا بالاشياء يعني اول شيء النظافه ترى لها دور اجل اصبر 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 وين الماء وين والله ساير ساير متعذب اصبر صل على النبي حط زيت حط زيت اي بنحط فركزوا والله يرحم الدنيا جابوكم اول شيء على العده صح. الاشياء اللي قدامكم شماء تمام طبعا ساير هو يتكلم من باب النظافه للشباب عشان الشباب يحرسون على النظافه ايه فشباب اهم شيء النظافه لان عليها درجات حطوا في بالكم اهم شيء في الطبخه النظافه فاتمنى اي شيء تشتغلون فيه تنظفونه أول ما تبتدون وأيضاً عقب ما تخلصون طبعاً عادل بن هيف المتابعين والمتابعات وياك كانوا يحسبون مدة تقطيعك للبصل 37 دقيقة 37 دقيقة عادل بن هيف نوحد الموجة شباب عشان أوصل لكم معلومة 37 دقيقة عادل بن هيف استغرق لتقطيع نص بصلة
طب هذا رقم كويس 37 يعني الان اللهم لك الحمد هذه انجازات تعتبر نسخه كاريزما دخلت موسوعه جينيس يعني اطول تقطيعه بصله في التاريخ 37 دقيقه لا نص بصله الشيخ ونص بصله بعد ايه فعادل انت ما قد مره في حياتك يعني والله جد جد والله انا ما ما تدخل مطبخ ابدا انا انا علاقتي بالمطبخ علاقه غير المسلم بالصلاه ها ما يصير تخلط وما في ماي داخل انا اتكلم قبل شوي المن انا اقول حطوا كوب كوبين ماء يا عيال يمكن تحاكي المقدم عبالهم ان الكلام موجه للمقدم ما ادري انا منين احد يفهم انا اقول ناسي شيء ناسي شباب طبعا عندنا احنا السيف جاليري اللي هو اديسون كل يعني متطلبات المطبخ يا بها يعطي العافيه خلص خلص فحطوا في بالكم ترى ما في شيء يخترب هني صح ولا انا غلطان ساير ما في شيء ايش ساير بيقوم ينفضهم اقسم بالله اني عصب عليهم ما ادري انا ما ادري ايش والله اني عصب ساير يا اخي امس خوش 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 طلع دركه حلوه اصلا لا تخوش لا الحين هذا كم سنت لحالك خوشت احترقت ساير مالك دخل كيف خوشت دقيقه لا اله الا الله اعوذ بالله مالك دخل ساير مالك ولا مسير تعال عندنا عزعز ايش قلنا احنا اسف والله مالك معاد مو مالك دخل حلوه ترى زين شغل 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 هذا 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 شغل شغل لا خلينا نلف ما عليك يوسف لف ارفع ارفع والله شغل عدل صح يوسف ليش ما قاعد قريبه شغل شغل الله يعطيك الصحه والعافيه واخر جاي احنا شوي شوف الصوص شغل صوص شغل التكة شوف شغل 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 حسون حبيبي الاتصال جاهز جاي 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 أنت إن شاء الله إن شاء الله روح والقلب زعيلك عفوا الرز خليت الرز جاب حسن عجب عينك يعني. سوى في اللي فيه ذا ها الرز الحالة إيه الحالة أنا برضو خلاص أبو حسن تعال أعطيني تعال وصلنا في الليل توقعاته في لندن برايم الليل في الليل في الليل توقعاته في الساعة 8:30 وش فيه ما تدري وش فيه محمد الزعيز حبيبي والله مسامحة تسمح لي الطبخة هناك فادخل داخل هي راحت ودعت ودعت ملاعب عرفت الشباب الشباب الأربعة اللي هني أتمنى أنكم تعرفون إحنا وصلنا الآن كاريزما 73 ما شاء الله حلو فهد ممكن تسمع كاريزما 73 هاي الشيء لكم للشباب ايضا وصلوا انتم الان الاصل بديتوا تعرفون الكم مو بديتوا انتم عرفتوا الكاميرات وين صح صح ولا انا واقف كذا ها اي يعني لما انت تدش تقطع على المخرج او تقص عليه هاي ترى يعتبر غلط فيك انت انك الى الان يعني 73 يوم ومو حافظ الكاميرات مو شرط انك تحفظ الكاميرات يكون عندك حس والله انا مريت قدام كاميرا انزل من تحتها هني قاعد يحترقون انا قاعد اقدم معلومات صدق والله بدفعكم فلوس عليها ايه فالاصل الواحد يعرف يعني انا وقفت هني بس هاي كاميرا لكم وللشباب ترى هالشيء تستفيدون منه مستقبلا وانتم ما شاء الله عليكم يعني نجحتوا نجاح باهر عسى ربي يعطيكم الصحه والعافيه الله يعافيك والديك محمد الزعيزعي يا لبيك منشد وملحن ذيك المره سالتك قلت لك محمد الزعيزعي ملحن بس ليش ما يلحن الغيره يعتبرها كوظيفه ما رد علي محمد الا قلت لك انا الحن لاصحابي للشخص اللي بيجيني اللي اعرفه يعني مثلا اي انا هاي السؤال اللي يطرح نفسه إيه؟ ليش كذا بس والله كذا بدون اي سبب وليش ما تعتبرها وظيفه لك مع انها ترى الدر يعني ما شاء الله فيها رزق اكيد فيها رزق للحان حتى الاهات اعرف اسوي اهات اللي هو الفوكل بس اني ما سويتها اسويها لنفسي لك انت إيه؟ عطني اهات حزينه اهات فرح فهاد مره ثانيه بحط الفلفل في حلجك ابي المول ولاعه يا عيال اهات لعب
شنو ذي؟ وينه؟ يا أخوي مو بينا. سويت في أعمالي مرتين. سويت آهات في أعمالي. عطني عمل من الأعمال اللي سويت فيها آهات. وموجودة هنا. إني عزمته على الفراق. بداية الآهات اللي سويتها. ما شاء الله. و... طبعاً أنتم أخونا الجميل. مهند فيصل. مهند فيصل نعم. وأيضاً. فارس السيد. فارس السيد. والعمل الآخر أنا ليوليفن. النايف الأكلبي أدائي وأهاتي وكل حاجة حافظ الكلمات أنا لي وليفن كل مقفى وصد وراح تزايد هموم القلب بالقلب وتلوفة تنامى على وصل عروق الحشى الطفح تذبل على صدى وتحيا على شوفة تلوح البرق وبرق وصل الغضي ما لح نبي المشخاط مشخال ما في ولاعة مشخاط شباب الولاعة إيه المغسل جاهز خدتوه أنتوا آخر شيء طيب الموية نظيفة وليد حركات إنك تبي تفوز غصب ما في سؤال في المطبخ الحين الرز يقلى كيف يقلى الرز صاحي أنت أسأل وليد سهران على يمينك شيف أمس فايز صح وليد ايوه سايده الرز الشيف تنشف على الشمس الشيف شنو الرز يقلى حمل الرز ويش اقدر اسويه بدون مويه شو بدون مويه ما ينفع ابدا انت 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 كامل قواك العقليه والله اني اسويه كلم حسن ما له طريق اني اسويه لا اله الا الله الا الله الرز الساده اللي بيسوى ايه يحط مويه يحط الرز ويحط الزيت ويحط البهارات يعني الطريقه الاعتياديه التقليديه نفس ما قلت لك وليد رز مويه البيضة وبهورات وملح قالون بديرتها بدا لحي ما شفت شيء بطشر علينا شباب انتو خلطتوا هاي الرز غسله غسله ايش رايك نطبخ عنك والله ديولي صدق يا اخي انا بغسله شوف كيف غسله طب غسله في هذا غسله وليد زهراني كان ناوي يغسله حبه حبه انا عارف وليد عادل خلاص اكسر على النار شوي خلاص وقفتي كذا زينه صح بس شباب اقسم بالله بوقف الحلقه ليه اقطع ابليسكم خلهم ينظفون هم صح المخرج بيطلع بينحرني سعيزعي مجنون المخرج يقول المخرج عاوز كده عاوز ايش؟ ما تتحركش كثير بتقطع من المخرج يمسي إيه؟ الحلقه حلقتي ايه وبطبخ مثل ما بي إيه؟ وبروح اغسل إيه؟ وبرجع عشان هو... اخذ الاول أيوة. اسمع عندك تري انه هو بامكانه انا وانت وانت وهو ما حد يطلع ايوه وي ودي حوش لا خلاص يلا يلا خلي السؤال الرز هنا بتطبخ الرز بتطبخ لا لا بطبخ هنا بس شوف ها ها طري عندك اليسار ما هي ما احترق طري شبه هذا في فوز اليوم ان شاء الله باذن الواحد الاحد اللي ما تنام عينه اسمع خلاص بتذوق ليش بدون شيء انا اقول بدون جيب تكفى انا في المخ المخرج يبي عاوز نشوف لا بشلها لا لا يبي يشوف شنو لا سلمت لا حمد ايش بك سلمت امسك لا تشي خله يبي يشوفها لا تقطها وش عليك يا حمد الله اكبر شباب وليد وش اللي صار حرقوا البصل انا ماسك ذا رحت هناك قلت عاد ركز على ذي حرقها عادي طلعتها صلى الله وبارك زين شباب واحد الموجه عادل بن هيل لبيه سمت. وليد الزهران لا عصبيته خليها برا ويدش داخل ايش عصبيك خلها برا وانا داش المهم ما ادري محمد الزعيسي عادل بن هيف وليد الزهراني معنا الحين اتصال لشخص فيكم كلكم جميلين عندي انا حاولت اتواصل مع كذا شخص في منهم ردوا علينا في الاتصال في منهم من الاشخاص يعني يمكن في الشغل او غيره فما رد تمام فأتمنى الآن هو بيتكلم ما بيقول اسمه مين ولا هو فكل واحد يحاول إنه يعرف هل الاتصال موجه له أو لا
نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والبركة. شخبارك أخوي عساك بخير؟ خير يا مال الخير، الله يعافيك والله يمسيكم بالخير جميعا. يسلمك الرحمن يحفظك. لحظة أخوي جرب لي الهاي هني. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي، شخبارك عساك بخير؟ والله بخير يا مال العافية إن شاء الله. شخباركم شلون صحتكم؟ أبشرك بخير، سرك الحال حبيبي. انزين حبيبي الله يمسيكم بالخير يا شباب. يا هلا ومرحبا، حياك الله. مسلم شلونكم؟ طيبين؟ مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. طيبين؟ بكل بقى يا مرحب. وش حالك؟ الله يسلمك ويطول في عمرك. عساك بخير. خير يا مال الخير، اموركم طيبين؟ طيبين، جعلك طيب. وليد عرفت الصوت؟ لا. عادل عرفت الصوت؟ لا. محمد عرفت الصوت؟ وش حالك نفداك؟ خير يا مال خير. وليد عرفت الصوت؟ لا والله ما عرفته. يلا نعيد مرة ثانية. عادل عرفت الصوت؟ لا. تكفى تكلم شوي. الله يمسيكم بالخير جميعاً. زين طبعاً بما أن ولا أحد من الشباب عرف الصوت. معناته فهد. هذا كأنه أخو سامي. لا مو بسامي. يا أخي الصوت بعيد يا الربع. والله مو بسامي. يلا يا وليد حاول انك تلحق. هو تبعي الاتصال. لا ما ادري. تفضل جميلي عرز. تفضل حبيبي. الو انا نسمعك. وليد تعال هني اقطع بليسك. حبيبي لباه اسمك الاول، بس اول اسم من اسمك. محمد. والله نعم يا محمد. محمد ايش؟ مالك دخل شو محمد ايش؟ محمد مسعود. وانا اقول من ربعك. محمد مسعود. ارحب 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 ابو مسهلة حجي. شنو دي؟ الو. ايه ارحب ابو سعود يا حجي. الله حيه. الله يسلمك يا ولد. صوتك صوتك السماعة متغير. ما شاء الله ما شاء الله. الله حيه. الله يبقيك. وشلونك؟ بشرني عن صحتك. صحتك. وش امورك؟ عسى كل شيء زين. طيبين والله. يا مرحبا والله ومسهلا. يا مرحبا في ذمتي ابو سعود. هذا طبعا دائما العب معه بلاي ستيشن ودائما ازخف بلاي ستيشن. دائما ازخف. خليك قبل البلاي ستيشن. طبعا محمد بن سعود بن هيف ولد عم اخونا عادل بن هيف. نقول يا مساء الخير يا حبيبي. الله يمسيك بالنور والسرور والعافيه يا رب. علومك ابو سعود وينك فيه انت؟ وينك فيه؟ ابد انا محضر اليوم. انا مداوم. يا حظ بتابع الاهلي من مصر. يا حظ ما شاء الله تبارك الله. اليوم المباراه صح؟ اي والله اليوم. اي ما شاء الله. شو وخلاص مو بقايل انه مكلم الشباب في الاداره. ما بقايل شيء. وعلومك انت وش مسوي؟ والله بخير. هل تفكر تخش برامج واقعيه ولا ما عاد تفكر؟ لا يكفينا يا ابو نايف انت خلاص. خليك كذي سولف. اي يا حبيبي عشان يشوفني هو. هاي الكاميرا يشوفك كذي. تشوفني ابو سعود؟ الله الله. يا مرحبا. وعلومكم شلون العيال؟ طيبين؟ شمورك شلون؟ صحتك؟ طبعا انا عماني في الكويت الحين ما شاء الله. اي رايحين عماني. شلونهم؟ والله بشك ما عليهم الا زود. متى بيجون الكويت؟ ابد ان شاء الله. يبي لهم كذا يوم ان شاء الله. رايحين يسلمون على عمي في الكويت. رايحين يسلمون عليه بعد ما فتحت الحدود. ها يسلمون عليه. يلا الله سلم. قول له يسلم على عمي. سلمني عليهم سلام واجد. يا الله باذن الله. لا خلاص البرنامج بنطلع الكويت باذن الله انا وانت. بإذن اللي ما زلنا معنا مو ناقصنا ولا شرفك. وطيب وش ترانا فاقدينك. فاقدين حسك وفاقدين جعلك والله ما ابو نايف. جعلك والله ما تفقد غالي. وان شاء الله ان شاء الله اليوم تفرح برج الهلال ان شاء الله. جعلك والله. واليوم وين بتروح وين بتجي؟ والله موجود انا الشباب ان شاء الله. وين بتتابع المباراه فيه؟ شاليه باذن اللي ما زلنا معنا في الشاليه. هذا الشاليه انا والعيال مشتركين فيه ما شاء الله. لكن بعد البرنامج بس بنسحب منهم. ليش؟ قطتهم 230 ريال والله معروض عليه شاليه قطته 150 ريال. بطلع ترى من الشاليه بيدخل معكم ابو زعيزعي. حمد زعيزعي من الشاليه. ارحب يا ابو سعود. تبقى مرحب على يا هلا. الله يبقيك ويطول عمرك. حالك طال عمرك طيب. زعيزعي هذا مجرم مجرم. مرحبا والله ومسهلا. الله يبقيك ويطول عمرك. لا ما هو متذوق القصيد. حبيبي محمد لبي يا حبيبي. تابعت عادل بن هيف؟ إيه نعم. وانا اعتبر هالاتصال يعني يعطي عادل باور. اي والله يمكن لين نهايه البرنامج انه هو يتحمس اكثر ويقدم اكثر له ولاخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات ولكم انتم اهلا. فبيك توجه كلمه حق اخوي عادل من هيف.
شو تقول له؟ أول شيء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عادل بسم الله ما شاء الله، يعني والله ما أتكلم عشان ولد عمي أو إنه أخوي، هو يعرف إني أكثر من أشخاص قريبين له. العادة أنا قاعد أشوف فيه الطموح والتفاؤل من قبل من قبل. يا حمد الأمانة الأمانة عادل حاب اللي يقول له إن حنا كلنا داعمين لك وكلنا نظرتنا فيك أبدا ما تخيب، وأنت عارف الهدف اللي أنت راسمه لك وإنك راح توصل له سواء الآن بكرة بعد. اللي أبي تعرفه شيء واحد بس، إن حنا دائما ظاهر، أنت تقدم بس وجه الباقي. الله يرحم والديك. أبو سعود تتوقع اليوم كم كم؟ تتوقع اليوم كم كم؟ والله صعب يا أبو نايف. كم كم؟ صعبة بس ان شاء الله هلاليه باذن الله. كلبونا كلبونا احنا هلاليين. كم كم متوقع ابو سعود؟ ان شاء الله 3-2. 3-2 الهلال؟ والله الله ودي اهدي الاهداء انا. زين في اهداء لك يا محمد من ولد عمك عادل، اسمع شو يقول لك. تشوفني يا ابو سعود ولا متى بتشوفني؟ اشر له اشر له قول له تشوفني. دقيقه اطلع لك الحين. يلا الحين شوفه، شفته؟ قول تشوفني. اي اشوفك. كلنا لك يا ابو سعود، كلنا لك كلنا لك يا ابو سعود، كلنا لك كلنا لك يا ابو سعود، كلنا لك محزم طويق والكواسر، كلنا لك تستاهل والله يا ابو سعود. والله العظيم انك اكرمتني واسعدتني باتصالك يا حبيب قلب اخوك، والله العظيم المعذرة، ترى ما دريت عن صوت ما دريت عن صوتك او ما سمعته زين عشان السماعات عندنا. والله العظيم انا توني صاحي و لا وسماعات عندنا وسماعات عندنا شوي الصوت فيها ضخم شوي، عرفت كيف؟ تغيرت نبرة الصوت. الله يعطيك الصحة. اللي سمع صوت اخونا استاذ حمد والشباب الباقين والله يمسيهم بالخير جميعا، وصلوا سلامي لهم. يمسي عليكم بالخير ابو سعود. يمسيك بالنور يا حبيبي. حبيبي محمد لبيت. وجهت العادل بن هيف كلمة، انا ابيك توجه حق محمد ووليد وفهاد والشباب اللي موجودين، شو تقول لهم؟ والله اقول لهم يا اخوي حمد الامانه هم ما شاء الله تبارك الله كل واحد منهم يمتلك كاريزما خاص، وكل واحد لهم تحس عنده الطاقه، تحس عنده التفاؤل، يعني ما شاء الله تبارك الله. انا لو اني مكانهم الامانه ما ادري ايش اقول، لكن ما ادري 73 تقريبا اليوم او 74، وما شاء الله الى الان قاعد يؤدون اداء مبهر للامانه، سواء بالكاريزما تبعهم بالريالتي بكل شيء للأمانة. فالله يوفقهم إن شاء الله ونشوفهم إن شاء الله في أعلى المناصب سواء في البرنامج أو بعد البرنامج بإذن الله. ما تراه الله يعطيك الصحة والعافية يا محمد. وعادل يقول لي يقول له إن الله الله في الحسابات، هو اللي ماسك حسابي في تويتر الرسمي وهو اللي ماسك حسابي في سناب شات. الله يعطيه العافية إن شاء الله. أنت أبو نايف بس إن شاء الله طلعت السلامة إن شاء الله في المركز الأول بإذن الله. ما ترى الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك ويرحم والديك. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي محمد بن سعود. حمد الله يعطيك. شكرا لك على اتصالك، في أمان الله. السلام عليكم. وشكر لك أنت حمد على شنو هذا الاتصال اللي اكرمني واسعدني وشكر لي الله يبارك فيك يا عادل، وانت تستاهل والشباب كلهم يستاهلون. شكرا لك وشكرا لك. بالعكس فرق دعمكم كلكم الله الله يسعدك. ما قال اول باول متعاونه بس بالاحيان خبرك ناخذ رقم فيكون في الشغل. ايه واحيانا عرفت تعرف الظهر شوي مربكه بعض الاحيان. ايه والفتره شوي مربكه. الله يوفقك. انا قبل تقوم من هنا عطني بيتين. انا بقول لك بيت قلته وكان له أثر عميق في قلبي. حلو. للشاعر الكبير محمد الفطيس المري. والله نعم. الفراق حاصل لا محالة يا حمد، سواء كان الفراق نتيجة ظروف قاهرة أو كان الفراق نتيجة سنة الحياة ألا وهي الوفاة. في عدليات كان آخر ضيوفي مهند الفيصل، وأنا إن شاء الله يوم السبت راح تكون حلقة استثنائية، راح يكون ضيفي وليد الزهراني ما شاء الله. عفواً ما راح أكون أنا ضيف وليد الزهراني، وليد الزهراني راح يقدم عدليات راح تنعكس عليه. عرفت كيف؟ والسبت ما بعد القادم، وهذه بإذن الله أقولها كمفاجأة، السبت الجاي هذا أو الجمعة الجاية يمكن نحطها أنا وليد، مو بالسبت بنعلن عنها، أنا راح أكون ضيف وليد في عدليات، وليد اللي راح يقدمه ويشرفني هذا الشيء. السبت اللي بعده راح تكون حلقة خاصة بالجمهور، والله لك الحمد خذيت موافقة الإدارة عليها الحمد لله. راح يكون ضيف الجمهور. البيت تحدث معي مهند الفيصل يوم قلت له ماذا لو كنت مبادر؟
ماذا لو كنت مغادرا؟ ماذا لو كنت مغادر؟ قال كلام استشفيت منه، لا تحسب ان دمعي نزل دون سبه، ابكي من الفرقة وهي ما بعد جات، فقط هذا اللي انا اقدر اقوله. صح لسان شعرها وصح لسانك. صح ابدنك يا حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك يا حمد، شكرا لفرق الدعم اللي والله العظيم يتعبون، اقسم لك بجلال الله، فرق الدعم بشكل عام وفريق دعم محزم طويق بشكل خاص، والله انهم يتعبون، شكرا لك انت، شكرا للإدارة على تعاون. الله يعطيك الصحة شكرا والعافية. شكرا لك يا حبيبي. انا ودي اروح حق وليد الزهراني العصبي، خلينا نشوف وليد. انا ماني عصبي. انا احب انا ماني عصبي. شوف كلمة واحدة استفز فيها. انا فيني حاجة وليد، اول شيء مشكلتي انا انفعالي بس. إيه لا ماني عصبي. انا احب العب على الوتر. زين حبيبي حبيبي وليد، ابيك توجه كلمة فريقك. لا تقول لي ما في، لا تدري انك انت بعض الاحيان، بعض الاحيان كلمات انت توصلها تشحذ همتهم نفس ما هم يشحذون همتك في كل حلقة. انت تغلط علي وتغلط على فريق دعمي. قل لي ليش؟ ليش؟ لانه قلت وجه كلمة لفريق دعمك. بالله احيانا الكلمة الواحدة تغني عن الاف من الكلمات. طيب اقول لك حاجة فعليا على الشيء اللي شفته، المعلقات لا توفيهم حقهم. حلو. شهادة الله. حلو. ولكن دام انك قلت كلمة فانا احبهم. الله يعطيك الصحة والعافية. شو توصيهم؟ شركاء نجاح. اوصيهم اني ايش؟ ما يبغى لهم توصية. يعني احنا وصلنا نهاية البرنامج وما شاء الله تبارك الله ما يقصرون لا من فريق دعم ولا من الناس اللي تدعم وليد من ويلة. يعني انا كل ما اشوف مثلا يعني فزت بتصويت معين او اني خذيت انجاز معين او اني كان سببه الجمهور، اقسم بالله يا حمد كأنتي شيء يضغط على كتفي. حلو كذا احس اني شفت اللي ابغى اقول كيف ارد الجميل. لا لازم أنا أتكلم وأنا صادق، كيف أرد الجميل؟ لازم أتحمس أكثر، لازم أقدم. تيقن يقين تام إني أنا ما أحاول قد ما أقدر إني ما أقصر. وليد يحاول إنه قد ما يقدر ما يقصر. إن في تقصير فهو خطأ ومن الشيطان. وليس من الشيطان، تعرف الشيطان؟ خوي نامس. بل الشيف يعني ذا. خطيني بعد. إنزين وليد. سام. وليد صوته جميل. لا. خليني بس بقول لك أنا وجهة نظر حمد سعود تقبلها أهلا وسهلا، ما تقبلها فوجهة نظرك تحترم. طيب تمام. وأيضا وجهة نظري أنا، من وجهة نظري أشوف صوت وليد جميل يعني بلا مجاملة. أنا ما أجامل في هالأشياء ولا أحب الأحيان. تكفى والله راح أسوي شيلة على طول. الله يقطع بليسك. والله أني أتكلم أنا صادق. لا أذتني. إنزين إيه تعال هني وخله هو. أنت حياك هني، هني المطبخ شيء ما يصير عشان ما أضايقكم. انت مالي على الإدام. تكفى الرز خلاص قفلنا. انزين حبيبي وليد زهراني. هلا الرز خلاص قفلت النار. قفلته؟ اي قفلت النار. تبغى لا تتواقف ها ولا تسوي شيء تكلمني. تكفى تفضل نجلس نجلس. ايش رايك؟ يلا حياك. انا اخذ الشاي حقي. انا حب لانه ما نضى يا حظي. لانه ايش؟ ما نضى. خلاص اطبخ مره ثانيه. اطبخ مره ثانيه. زين حبيبي حياك. استري كرسي شي معلوم كذي. زين وليد عشان ناخذ من تغريدات جمهورنا واخواننا واخواتنا ومتابعات لك. بس قبل لا ناخذ بس انا اخاف على طبختي والله شوي. بس ما عندك مشكله دام الشيف وياه. نار قاصره بس الامور طيبه. عشان الرز. الرز الرز اصلا النار مو والعه اصلا على الرز. شغل النار وزود مويه. شغل النار وحط مويه. دقيقه بس يا حمد والله لجيك. شوف طبختك افضل. بديك حمد زود أطلع مويه. اليوم عادل بن هيف. طيب ينقص ملح ينقص شيء؟ ها؟ ها؟ ينقص ملح ينقص شيء؟ الرز؟ لا عادل. لا إله إلا الله. أبوك الولد. الله يحفظك. إيه فك 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 يدك. خلاص لف خفف خفف. خلي يجي مهروس ولا يجي اسمه على ما يخلص وليد زهراني. محمد العيسعي انا حب في سؤال وصل لي. سم انت متكلم اليوم مع فهاد البقومي على البث وقلت مع فهاد البقومي الظهر. هو سؤال يطرح نفسه بس اي وقلت والسؤال مو انا اطرحه من الهاشتاج وش فيا يكون خاطئ ومن حقهم انهم ياخذون وجهه نظرك. سم انت قلت اليوم بهاي العباره
انك تبي تطلع من البرنامج. ايش تقصد بكلامك؟ اقصد خلاص سمحت من البرنامج. ها؟ خلصت اكتفيت بطلع. حلو. انا فاهم. شوف محمد انا فاهم انت اللي تتكلم عنه شنو، بس انا سؤالي لك، الناس اللي تتعب وراك شو تقول لهم؟ مع نفسهم وليد. هو الكلام هو كلام محمد. لا لا كلام كان معي انا ويمزح يمزح. انا داري ان الكلام معك، انا قلت لك انت وفهد، انا مالي دخل. هو يمزح، هو لازم يبرر حق الناس اللي قاعد يطالعك، اللي يدعمونك يبونك على العين والراس، وان شاء الله ماني طالع. وهذا مقلب 4 في 6 مقلب مقلب سواليف ذي قصر. وين راح؟ محمد تعال عطى راح تعال اطلع واحد. لا لا ما اعطيه تعال. بس شوف مثل هالكلمات بعض الاحيان ترى تحبط من الناس اللي تدعمك. لا يبي والله هو دائما هم يتكلم كذا، ما هو ما ياخذونه يا اخي خويهم. ما ادري لو انهم يدرون ان راعي مقالب ما وصلني هالسؤال. سيبك منه سيبك منه يا باشا. يا اخي يعجبني كيف الكاميرا. لا اعجل ابغى عشان الطبخه والله. زين حبيبي وليد حبيبي كملنا الان 73 يوم ولا تفوت. ما اسمع. حاب اقول للجمهور وكل من يدعمني بيض الله وجيههم، وانا هنا الين اخر يوم. خلي يزعل مع الذهبي. لا لا ما يزعل اذا انا موجود ما يزعل. زين محمد ببيه. بعض الاحيان الكلمات اللي تطلع ترى تحبط من. لا امزح يا اخي. اكيد اكيد يعني الكلام اللي قلته. لا اني امزح امزح. الكلام اللي قلته انت وفهد اليوم مو بصحيح. اكيد اكيد اثنين. انا هنا الين اخر يوم في البرنامج ان شاء الله، وطالع بالمركز الاول. أبا من أبا وزعل من زعل. أنا هنيك على روح الحماس وروح التنافس اللي عندك حبيبي وليد. شلون الطبخة الحين؟ إن شاء الله في عيد ولا ما في؟ تتعاقد معنا نحنا نبني مطعم. نبني مطعم صايم لبي. المخرج الله يوفقك أبو شي ويسعدك وخليك إن شاء الله. أنت أخذت لقطات قبل شوي على الشباب وهم يزودون موية وكذا. أخذ ما يحتاج. اخذت يا مخرجنا عشان نقيم. اخذ كل شيء حتى انت بكبرك خذاك. بس اهم شيء عشان احنا نقيم بذمه وضمير. مو بانت كلام عليك. لا 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 تجيب لنفسك. لا 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 اذا كلام بصوره عامه اي من يكن هو الا هذا اليسار واليمين. اذا جت سم ركز لي تكفى على قدورهم داخل. اذا جت لقطه على شخص هو يزيد مويه خلينا نحطها تحت، نحط كاش تحت نكتب المطبخ مشاكل وحلول عشان تستفيدون. عادل بن هيف المخرج يقول تعال بعد امسك مكانه في الاخراج. لا يوسف ما حد يغطي مكانه. بس عير الله يسعدك. بس انا اشوف الكاميرا ديك شغاله كذا يسار بس. والله من اول يسار يعني هناك. حلو عند فهد. يلا اوكي هاي يمين. اسلم هنا هنا جبهه جهتنا ودي انها جهتك. ها يعني انت تخاطب الكاميرا كذي. ها انا قلت قلت الكمامه الكمامه. وانت تلبسون كمامات هني؟ لا ايوه. زين حبيبي سم وليد تفضل. ممثل ابدعت في التمثيل الحمد لله. شهد لك الحمد لله فضل من الله كبار اليوم الحمد لله. استاذنا الحبيب وائل خواجي عسى ربي يعطيه الصحه والعافيه. وايضا في نفس الوقت وليد الزهراني خريج اللي هو في الجامعه تخصص علاج طبيعي. يا سلام اخصائي علاج طبيعي. اخصائي علاج طبيعي يا سلام. زين فين تبغاني اجي الف كذا ولا كذا ولا لا. السؤال اللي يطرح نفسه من هاشتاق لك. طيب وليد الزهراني بإذن الواحد لحد بيستمر في مسيرته الإعلامية. هاي واحد إيه أو لا. شيء ثاني هل تخصصه بيكون متعارض مع مسيرته الإعلامية وأيضا مع المسرح أو لا؟ طيب معلش سؤال طويل. لا أوكي. بالنسبة لتخصصي فأنا أكثر مرة ذكرتها أنه تخصص إنساني قبل ما يكون عملي. إيلان. فأنا ما أحب إني أنقطع من الناحية هذه. إيلان. ولكن أنا هدفي إني أكمل في الطريقين. إيلان. واهتمامي في الإعلام أكثر من اهتمامي مثلاً في إني أكون مهتم في العلاج الطبيعي كقطاعات خاصة حالياً. حلو. إني أتوظف في قطاع خاص. حلو. إذا جاني القطاع الحكومي أو إني استثمرت استثمار خاص في قطاع خاص خاص لي أنا ممكن إني أتوجه للعلاج الطبيعي، ولكني مهتم بالإعلام. والمسرح؟ والمسرح بشكل كبير كتابة وتمثيلا.
المسرح لوليد زهراني يمثل شيء كبير أكيد الان. اكيد اكيد المسرح يعني ترى نجاح لك فيه باذن الله. انا المسرح حبيت المسرح هنا بالذات في قناه الواقع برنامج كاريزما، يعني وجدت نفسي فيه صراحه ككتابه وكتمثيل. نشوف استمراريه ان شاء الله لعادل بن هيف مسامها لوليد الزهراني في المسرح باذن الله. باذن الله وين ما تشوف وين ما تحس تضع وليد ان شاء الله انه بيقدم لك الشيء اللي انت تبغاه باذن الواحد الشيء اللي يرضي وليد ويرضي الناس اللي تتابع وليد باذن الواحد الاحد، سواء في مسرح سواء في كتابه سواء في تمثيل سواء في تقديم سواء في العاب رياضيه سواء في سباحه ركوب الخيل كل شيء كل شيء تحصل وليد. زين اسلم يا ولد الدنيا لا تفترق تكفى. هذا من الاخر شيء اول شيء شلون اعرف اسال او لا من ديله تعرفهم ولا تيم وام؟ ها اشوف وليد احمد ممكن ليش لا تقرا شو اسمه مثل ما يعملها ما تيم وام. أيوه هذا؟ كثير كثير. شوف انا اول شيء انا عندي تقريبا ربع مليون في برنامج في احد الحسابات. حلو ربع مليون متابع ما شاء الله. في هذا الحساب اغلب الاشياء اللي انزلها مقالب يعني مع ناس انا عشت معهم خمس سنوات اربع سنوات اعرفهم ويعرفوني. اول شيء يقول لي ذيلا من والتيم وام؟ تيم وام هاي جروب امسي عليهم بالخير مقنع القحطاني وخنفش الشهراني. خنفش الشهراني خنفش خنفش ومقنع طبعا خنفش لقب اسمه احمد حلو. ما هو والثاني الثاني اسمه مقنع صح مقنع القحطاني فمسين عليهم امسي عليهم بالخير والله. ايش تبغى؟ ايش عندك تيمي متكلم بوجهي؟ ما كان في مقدمه هنا فهمت؟ السلمه يصير فهذولا يعني من الناس اللي يعني عشت معهم تربيت. عادل يا اخوي الطبخه يا اخوي يا اخوي الطبخه خل الغسيل لا تحترق. المهم زين هذول عشت معهم حلو درست معهم اكلت معهم سافرت معهم هم وناس من اخوياي بس اللي كتب لنا ربي يعني نحن نستمر في هذا هم الاثنين ذولا لكن هم فانت تعرف ايش اللي زعله تعرف ايش اللي يرضي تعرف ايش اللي ممكن لا هذا خط احمر هنا اوكي 72 يوم مع بعض بس برضو ما تعرف الشخص ما تعرف ايش اللي يوجع الشخص يعني تعرف الشخص ظاهريا بس انك ما بتقدر تعرف. عشتوا مع بعض اعتقد يعني عشنا مع بعض فتره والى فتره طويله ترى بعض الناس تجامل يعني ممكن اني انا اضربك يتجاملني بس انا ابغى اعرف انت تجامل ولا انت لا تضحك فهمت متقبل الشيء اللي قاعد يصير فانت ما تقدر تغامر وجهه نظر ممكن مقالب عاديه اللي زي حق مقلب نايف الكلبي في عزيز انه اختنق زي اللي مثلا يسوي نفسه انه طاح زي مقالب قويه يا اخي ما تدري يا من وجهه نظري انا يا حمد ايضا واحيانا يحتاج لك احترم وجهه نظرك صح غير ان هذه في بعض المقالب ما تصح انها تكون على الشاشه لان في اطفال يتابعون صح ولا انا غلطان يا عادل يا اخوي الله يخارجه بعد اذنك يا حمد خذ راحتك حركت الرز علينا الله والله اليوم وليد وليد المطبخ بالمقلوب حبيبي ضروري والله اتصل من اليوم لباكر اقطع بيسكم تكفى خذ راحتك بس حبيبي دش داخل معليش خلاص لا خذ راحتك ادخل داخل تمام الوضع والله معلي تعال داخل انا هني ما اجلس انا زين وليد حبيبي ايه اسلم عشان ما لان كل شوي ينقطع المشوار معليش والله اني اسف لا معذور مثل ما قال هاي ابدا زين حبيبي السؤال اللي يطرح نفسه وليد اجتماعي او لا اجتماعي او لا فهد ايش رايك فيني اجتماعي ممكن فاهم كلمه اجتماعي شخص فيها صح ممكن اجتماعي بس انه ما هو بنسبه كبيره اول شيء تعرف وليد حق كلمه اجتماعي ايش عشان اعرف يعني انه انسان يعني يحاول يعني ما عنده مشكله انه يجلس مع اي شخص مثلا او يتقبل لا 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 اقصد وليد انخرط بسرعه في اي مجموعه في اي جروب مع اي اشخاص او لا يعني ما هو مره لكن اقدر تقدر بس لا شوف اقدر اذا كان يعني الوضع كويس اقدر يعني اذا لكن ما اقدر اجامل يعني فهمت؟ حلو يعني اذا ابغى بدخل بس اذا انا مالي نفس اي مالي نفس واجبر نفسي ادخل مستحيل زين وليد الزهراني انا طولت معك انا اسف بالعكس انا اللي خليتك تطول ما ادرنا ولا حوار زي الناس لا يا عليك حبيبي سؤالي يطرح نفسه تري ان في الاعلام في جزء من المجامله كبير لازم حلو ما تعتقد انه شيء تعارض مع
وجهة نظير أو صح؟ نظير من صح؟ نظير بس لازم الحق لازم الحق وليد الحق لازم ينقال حلو ولكن بشكل مهذب أكثر. أوكي أنا ممكن أجاملك ونجامل هنا إني ما أكون وقح معك حلو تمام ما أكون وقح معك هذه المجاملة لكن شيء لازم إنه يظهر خلاص لازم إنه يظهر لأن هذه ما هي وقاحة هذا صدق حلو فهمت الفكرة حلو حلو خلاص باقي تكفى إيش رأيك خلاص أخ يا وليد أخ يا وليد إنزين وليد كاريزما 73 وليد الزهراني طبعا اخواننا اخواتنا المتابعين والمتابعات وليد عشان اقرا لك من الهاشتاج رميت الملح ورميت دي بس قبل لا اقرا من الهاشتاج اذكر بان سؤال كاميرتي وين يا حبيبنا المخرج اذكر بان سؤال مذاق نزل قبل 19 دقيقه والسؤال يقول كم مره تم ذكر اسم نوح عليه السلام كم مرة تم ذكر اسم نبينا نوح عليه السلام في القرآن الكريم 13 مرة ولا 33 مرة ولا 43 مرة وأيضا أنوه وأذكر لكم إخواننا أخواتنا المتابعين والمتابعات وفرق الدعم ترى 50 خطوة مهمة جدا للشخص الآن ما باقي إلا أسبوعين بإذن الله أو حوالي أسبوعين وينتهي البرنامج وأحد الشباب بيتوج بأحد المراكز إما الأول أو الثاني أو الثالث فلا تحرم المتسابق أو نجمك المفضل من هالخمسين خطوة بسبب تغريدة صح ولا أنا غلطان يا شباب؟ زين 50 تنفع على كلام فهد وأنا أيضا أتكلم باسم الشباب إذا ما يسمحون لي 50 خطوة الآن 50 خطوة الآن مهمة جدا لهم الخطوة الواحدة تفرق ترى يعني لما يستخدم وليد الذهبية أو غيره يستخدم الذهبية ترى هالخطوة الوحدة تفرق معاهم وأيضا شروط المسابقة أنك تشارك في هاشتاج تكتب الجواب مع اسم المتسابق في كاريزما 73 وتتابع حساب الواقع تي في وأيضا مليون شجرة ثلاث فائزين بنسحب عليهم من المليون شجرة وفائز من السيف جاليري الله يعطيكم الصحة والعافية ومنتظرينكم عشان نقرا حق اخونا وليد كلامكم الجميل شوف وليد وليد الزهراني استمر تكفى في سلاسل ابو الزهره ما يمديك الواحد يسوي شيء شنو السلاسل اول شيء واحد من العيال هنا تجي تقول له مثلا اي واحد من العيال تجي تقول له هل قمت امس بالنوم على جنبك الأيمن قال لا ليش يا وليد؟ نوم على جنبك الأيمن قال لا كيف أنا أنام خوي إذا قال لي نام أنا أنام الله تعرف الحركات دي الله لا أنا مع خوي قال الله كلنا مع أخويانا بس يعني عطل أنا ما فهمت الحين سلاسل إيش قصتها هاي يا أخي أنا معي سلاسل فهمت؟ إيش؟ عندي سلاسل حلو السلاسل هذه يا طويل العمر السلامة مثلا اربط بها مثلا الزعيزعي ولا فهد حلو ايه واسالهم خمسه اسئله انا اعرف اجوبتها تمام اذا جاوبتها صح فكيتك واذا ما جاوبها صح خلك الين تبدا فقره ولا الين تجي الصلاه كل ما خشيت واحد قال صديقي كلاك زين وليد الزهراني بس على طار السلاسل بامكانك تسمع الشباب تقول لهم انا عندي فقره كذي كذي اه جلست معهم بس ما عرفوا لها ما عرفوا لها انا الفكره ان ايش ما هم متعاونين بس ما عرفوا لها ما وصلت الفكره لهم ايوه زين وليد الزهراني لوليد الزهراني ابدعت وتميزت وجمهورك راضي تمام الرضا على ما قدمته الحمد لله وستظل الرقم الصعب الذي اثبت نفسه طيله 73 يوم ونعرف ان لديك المزيد لتقدمه بالايام الجايه وفالك التوفيق مبروك ومبروك الميدالية الذهبية تستاهلها وبقوة كمان الله يبارك فيك إن شاء الله والله شوف الميدالية حمل كبير يا وليد الله يكون في عونك يا وليد الزهراني جماعة الخير لحد يحط أرجوكم في الهاشتاج اللي بيشارك لا يكتب لي أكثر من اسم في تغريدة لأني ترى ما بسحب عليه
حمدتك فذكر وليد قل له اذا اجتمعت انت وفهد بالمطبخ شباب علي وحمد الساير بس بيقول اسلم يا ساير حمد حبيبي انت والشباب اي ثلاث دقائق تمام كل شيء هنا ثلاث دقائق بالضبط ثلاث من عندي دقيقتين تكفى خمس دقائق يعني ايه يلا خمس دقائق وكل شيء هنا يا شباب بس عندك انت ها نسيت عندك المره الجاي المره اللي جاي ها يلا يا شباب دن باذن الله يلا جهزوا هناك يلا قدموا يلا يسأل ولا ما يسأل خذ ها انزين وليد تغريدتك تقول وليد على السريع عشان اروح حق شباب ثانيين عرفنا وليد من البدايه مبدع ولا نطلب منه الان الا ان يبهرنا باشياء عظيمه جدا لذلك ابقى كما عهدناك مميز بالبساطه والعفويه وقوي بالعزيمه والاصرار ننتظر الفوز من الذهبي كالعاده بالفقرات هالاسبوع يا واحنا رب. معك الله ييسر لك امورك ووفقك يا وليد ويشرح لك صدرك يا رب اللهم امين شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق جدا اللي انا استمتعت فيه بصراحه يا حبيب اخوك و... غمرت بالطبخة عشان أستمتع معك وتفكي معك وأسولف معك الله الله يكون في عون المتذوق الله يزاك محمد الزعيزعي شو أخبارك يا قلبي؟ خير يا حبيبي مقصر يا ولد شو به؟ نبي نسمع شيء بصوتك أبشر بي عشان نقرأ لك من وين؟ أبشر طرف الليل ودمعه غار الدمعة والعرب ما داروا واشتبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع أحسب إن شوفته سهلة مثل سمعة وأثره صعب علي من حبة الكوعي وأثره صعب علي من حبة الكوعي صح الصوت صح بدنك يا حبيب الروح ساقني لك بين كل الناس حظي لين احرقت اصبعي بسم الله عليك انزين ساقني لك كلمات فهد بن سهل ما تعرفه؟ اعرف الشاعر لكن ما اعرف الابيات الشاعر معروف والله ونعم اي فهد بن سهل اللي يقول لابس الثوب الحمر اللي شلها بنفصله هو شاعرها صح صح لسانه استاهل انزين محمد حبيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله مكسور في الشباب بس ما شاء الله جزاك الله خير محمد حبيبي حبيه البرنامج راح منه 73 يوم وما بقى القليل تقريبا حول 15 يوم تقريبا اغتنم هالايام وقدم كل اللي عندك وشكرا لجهودك وتقديرك للمشاهد بحضور الفقرات وتواجدك بالرياليتي باذن الله واحد لحد صدق لا يزعلون علي قبل شيء ما اقول مع نفسهم ترى مغري تراني يضحك والله يعرفون هم اصلا مزحين بس لا يزعلون لانه والله كثير من الاسئله وصلتني محمد ليش قال كذي فلازم انا لا والله امزح لا والله لا لا. امزح حتى انا ما اعطيت الموضوع اهتمام لاني اعرف انه والله اني امزح اقسم بالله يعرفوني اصلا يا اخي انت ما عاد نعرف مزحك من جدك يعرف لي عادل يقول مجرم محمد الزعيزعي الاعداد تتصاعد واجتهادك هو من صنع تلك الاعداد ان اردنا ان نتحدث عن الارقام الكبرى فاسم محمد الزعيزعي يتصدر تلك الاسماء انجازات تتوالى والارقام تتحدث نجم المتميز الف مبروك وصولك الى 100 مليون مشاهده في التيك توك الله يبارك فيهم و ما وصلت العدد هذا اللي ابوهم هم الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب يطول اعمارهم ويسلمهم ويسلمك ويسلم في شخص حمد. يطلب منك رعاك الله يلعين الشقيه زمان البين سواك سوايه رعاك الله ساي في صحن واحد كله اكيد لها لحم بس ما عاد معقول عادي شيء اللي ينصح الله العين الشقيه زمان البين سوا بك سوايا
قهر وهموم وهجوس قوية تنهش تنهش بالحشا مثل الحياة وجر الصوت وجروحي خفية وكف الدمع عن شوف البرايا وجر الصوت وجروحي خفية وكف الدمع عن شوف البرايا. الله عليك صح الصوت. شف عشان تدري انهم صاروا يفهمون يدرون واثقه انه ما يعرفها. اشكرك. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك يا حمد، شكرا لك على تقديمك الجميل اللي يثلج صدورنا ويسعدنا ونقلك لكلام محبينا اللي يدهن الكبود ويثلج الصدور ويبهج العيون. زين حبيبي محمد، في رسالة لك من سلطان العنزي. ونعم يسلم عليكم كلكم يا شباب. حمد قل للزعيزعي سلطان وعدك وعدك بزور حمود وقريب وبيقابله وصار خويي بس حب ها حمود ولدك حسون يبصر حسون قول للزعيز سلطان وعدك يزور حسون وقريب يقابله وصار خويي بس حب عليك مو على كيفك تجيني هنا انت وياه لبى والله الله يعطيكم الصحه والعافيه لبى والله قلبه وقلبك والله اني احبه حب ما حبيبي الا الله دامك شايل الطبخه سؤال على السريع متى الليله النجرانيه انت وراكان الاسبوع ذا باذن الواحد الاحد الواحد الاحد الله يعطيك الصحه قاعدين نرتب ايش فيه والعافيه ايش فيه اذكر اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات مسابقه قناه الواقع اللي هي فقره مذاق بعد شوي الله يكون في عونك يا شيفنا الجميل ساير الله يستر ساير والله اني خايف من التسمم لكن شو اسوي؟ عشان اقرا حق عادل بس سؤال يا ساير حبيبي. سم شلون بطنك بيكون؟ انا والله ذاك اليوم كان فيه احمد الفراج والشباب هنا ايه؟ وتسممت والله. سممت؟ نعم. الله يكون في عونك. الدجاج كان غير مستوي. اسم الله عليك يا عين اخوك. مخرجنا العزيز خذ لقطه هنا. يصير ترى بهذه. مخرجنا يوسف اي يقول لك دان واللي هنا كذلك دان اثنين خلينا نشوف عادل بن هيف عادل رسائل كثيره وصلتني لك كذا على السريع وامين يا رب وياك يا حبيب اخوك انا الحين ليش انظف العيون والله العظيم العيون تنظف العيونهم والله انهم ما بياكلون هم هني ها عشان درجات يعني اي عشان درجات الله يعطيك الصحه والعافيه لا تكبروا ابو محمود خليك كبر لبيه لا والله سلمني تخاف انا بكيف صايم وليد انا موكلك خلاص عني يذوق عنك يفوز نفسه ها يذوق عنك يفوز نفسه عادل بن هيف رغم ميلك لل ايوه لحظه عادل بن هيف بسم الله الرحمن الرحيم تفاعلك مع الاحداث وتواجدك مع الجميع رائع رغم ميلك للمشاكل شوف مشاكل كيف شوف انا طبيعي كذا عرفت كيف اي انا طبيعي كذا بس انه نقطه لا هم ما بالغشمره حطيت في السلحك لا يمكن مشاكل ترى في مشاكل حلوه والله ترى مو كل الحياه شوف الحياه جميله الشغب ترى احيانا جميل جدا يا اخي ان الحياه تمشي على روتين واحد ما يصلح بس نقطه انه مع الجميع اللهم لك الحمد انا مع الجميع يعني لا وهذا الشيء اللي يهمني وهي تواجدك مع الجميع رائع لعادل بن هيف ما بقى الا القليل فشد حيلك باذن الله هذه الايام وقدم كل اللي عندك باذن الله لان هذه الايام ما راح تتكرر اي والله مره انا امس قلتها مدى الشباب يوم دخلت قلت حتى لو اجتمعنا برا المنتجع فيما بعد ما راح يكون اجتماعنا مثل اجتماعنا داخل المنتجع صاج اكيد انا اتفق وياك جدا الروح راح تاخذ من اخوه انت عارف سابقنا في الموضوع هذا وعارف عادل بن هيف انتبه لنقاطك وشد حيلك بالرياليتي وننتظر منك المزيد وفقره عادل
عادليات جدا مميزه وننتظر يوم الجمعه بحماس. لا تسحب علينا باذن الله. يوم الجمعه عند وليد. وليد هو اللي متكفل فيها. يوم الجمعه عند وليد. ايه وليد سمعت ايش يوم الجمعه عندك يقول ايش؟ الناس قاعده تقول ينتظرون يوم الجمعه. ايه يوم الجمعه من تقديم وليد واعداد وليد وكل باذن الله. وليد. وليد سم عط بطيخه شلون طالك؟ لبيه لبيك انا. ايه اليوم الثلوث لذلك انا قلت لك ان الاسبوع ذا لا الليله النجرانيه لا اسبوع مو بهذا اللي احنا فيه الاسبوع الجاي فهمت؟ اجني احنا الحين الثلوث حلو عليك الاسبوع الجاي اذا مو هو بالاثنين عليك بسم الله عليك اذا مو هو بالاثنين الجاي الثلوث الله ييسر لك واحد لحد عادل بن هيف انا وصلني تو الحين يقول انت قلت اخر حلقه لك في عادليات كانت مع مهند الفيصل اخر حلقه كضيوف لي مهند الفيصلي الحلقه الجايه راح اكون انا ضيف وليد والحلقه اللي بعدها راح يكون الجمهور هم ضيوفي يعني راح نستقبل فيها اتصالات ان شاء الله في ترتيب ان شاء الله معين له عادل انت شخص مبدع استمر على ابداعك وتالقك وتميزك وتاكد جمهورك خلفك ومعك عسى ربي يشرح لك صدرك ويسر لك امرك فهذا البقمي انا اخليك مع الشباب شوي دقيقه بس تمام بس باكي ليرفيز فيك وياك ساير بسم الله عليك ايوه بسم الله عليك هلا هلا فيه تكفون ماشي طبختنا صراحه الله طالع جدا صراحه انت تضطري الملح يا الغالي والملح مغرب لنا طبختك والله ترى ما بقدر الله سبحانه وتعالى الحمد لله دعاء لك الله الله اي والله سبايسي ايش بك ايش في اكلتكم حاره معليش جاي دباجي اكلتكم انتم اكلت من اكلتنا اي غريبه انا شوف خليني اكل من اكلتكم اشوف اكلتنا حاره هذه حاره ما مداك لا بسم الله عليك لا صل على النبي يا شيخ القطوه وين القطوه تحت ترى انا ترى ضايق من هاي وهيب اغسل دي وتعال دق ها اغسل دي وتعال دق لا لا هو قاعد يدق قاعد يدق طيب كبر حضنك اي اغسل دي وتعال دق ها معي اغسلها يا ابو هيب ماذا بدوق اغسلها والله قاعد يدق اقسم برب الكعبه انتوا كابين فيها فلفل يا اخوي لا تعلم يا اخوي تبي رايي حقت ناطلك رايي انا صح. ابرا فيه لله سبحانه وتعالى صح هي ابرا فيه لله صح 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 هي ابرا صح 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 ترى تدري ليش لان كل واحد يحب طبخ ثاني يا اخي المساله اكله وشي في اصولها هنديه هنديه لازم يكون فيها لذعه لذعه احنا اللي عنده لذعه لذعه تبي لذعه ايه لي اذا ما اكلت وانت مزكم ما كانك رحت معي ايوه الحين تدري متى لذعتها نعلن النتائج اوه انا اثق في ذائقه اخوي سعيد فقره من ضمن الفقرات اذا اعلن لنا بس انتم بسؤال تعلمتوا الطبخ صدق الحمد لله ها الحمد لله تحسون انكم تقدمتوا يعني اقسم بالله يا سعيد اقسم بالله اني هنا في المطبخ يعني تنسون بكره تنسون الاشياء هذه استحاله متاكدين انا بديت من الصفر هنا اجلسوا طيب اقول للعيال كلهم ما صرنا نتفنن في الطبخ لين جاء سعيد بس لا انا ما اتكلم على شيء انا اتكلم على انك تفهم بكره انت ايش تسوي برا يعني تسوي الاشياء هذه انا اسف بدل منظمين شلون تقطيع اليوم ما هو مختلف كل يوم طافي خليك مو زين ها يو يا ولد ابعد القطو عني تكفى يا مسلم ضحكة حمد مقدم عشان بيجيكم برا زبادي وحركات الله يوفقكم جميع ما قصرت فهد فهد يا قلبي عشان ما انساك تكفى ارحب يا اخر مره والله راح عن بالي صارت شغله وراح عن بالي اثنين من الشباب فما ودي يتكرر زين في واحده اختنا اسمها شروق موجهه كلام لكم جميعا الكلام لجميع المتسابقين البرنامج راح منه 73 يوم وما بقى غير القليل 15 يوم فاغتنموا هذه الايام وقدموا عندكم بعدين انا اعترض يا انت اعترض هم مزودين الرز يا اخوي جايبين الرز جايبين بصل من برا احنا ما جبت لنا شيء يا اخي يا اخي ما حد قال لك احنا ما رح تجيب احنا بنغدى فطور سايق سايق ردك احنا بنغدى والله حبيبي انا في على الطعم ما انا هي قاعد تصيح اي شوف ما شو قاعد تصيح الغبيس شفت الغبيس ايش رايك بالله تكفون شباب شباب تكفون قريت لكم بقرا حق اخوكم فهد البكومي كن متميزا دائما بحيث لا يستطيع تجاهلك حتى وان لم تحصل على ما تريد سياتي اليوم الذي يريدون فيه متميزا فكن انت لا تفقد الفرصه ما فهمت يعني انت كفو يعني انت قدها وقدود نعم.
باختصاركم متميزا كما انت. شوف المتميز ولا ابو حسن؟ اي والله متميز. فهد اللي بكم ما شاء الله حاطينك وايد في الهاشتاج كاتمين فهد ممكن لانك تمنيت انك تفوز اللي هو في الهاشتاج قبل كم يوم قلت نفوزك اليوم. الله يخليك. خلينا نشوف اليوم يجيبون لك الخمسين خطوه ولا ما يجيبونها؟ نقرا اخونا الحبيب فهد. بيني وبينك طول الغيبه. توكلي في حال سبيلك. ما شاء الله عليك فهد. انزين فهد يا اخي انا حسيت وكلت من اكلتهم اوجعني بطني. ان شاء الله للنهائي يا فهد وفالك احدى المراكز. فهد الاول لك ولا ما في واحد ما يطمح للاول؟ يا حجي شو تسوي؟ اشتغل فرص طق طق طح. انزين اسلم. اقول ما في احد ما يطمح للاول لكن نقول ان شاء الله. ان شاء الله. فهد نبي منه جلسات سوالف وقصص من واقعه. احس حياته مليانه بالمواقف الجميله بس مع واحد او اثنين. ان شاء الله للنهائي يا فهد فالك احدى المراكز. اليوم حريقه اليوم المطبخ فهد وليد الزعيزعي عادل بن هيف كاتبين تكه مسالة ضامنين الفوز باذن الله. العاده عادلين يا اخي. معلش الفهد والله انا ما بقول الشخص هذا ايش هذا ضامنين الفوز العادل بن هيف. لا اسمك اقرا. لا والله انا بقرا تكه مسالة خلاص ضمن الفوز العادل. يا حمد مجرمين الفريق هذا. اقرا تيك مساله خلاص ضمننا الفوز. فهد البقمي ما شاء الله كل 73 خلي اقرا اليوزر كل 73 تاريخ اليوم بدايه الحلقه تقول ايش ترد وليد؟ نضيف وليد قال الفوز لنا وانت قلت العبره بالخواتيم. العبره بالخواتيم. خلينا نشوف تقييم شيف شنو شوف القطو شو مسوي هنا. عطى يقطع ابليسك مقعد في حضنك شو تسوي فيه؟ تحبني واحبه. ها؟ تحبني واحبه. ترى في جمع داخل تجرح اللي يحبك والله انها قهر والله اكبر مصيبه غلطتك يا الحبيب تجرح اللي يحبك والله انها قهر. المطيري كاتبه الحين مو كل مره بتسلم يا وليد أمس فزت لأنك بروحك واليوم معاك عادل وما أدري شلون اجتمعوا. لا لا أبو نايف لحظة تعال أبو نايف خليني أكمل. أنت ليش خسته سلبية ترى إيجابية يا خلاص هو عايد بعد 24 ساعة هنا وقسما بالله العظيم تعبت نفسيا وجسديا. عد التغريدة حمد الحين مو كل مرة بتسلم يا وليد أمس فزت لحالك. لا 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 تعال خلي زين صدق الحين مو كل مره بتسلم يا وليد امس فزت لحالك واليوم معاك عادل بن هيف وما ادري شلون اجتمعتوا ولا بعد ضدكم فهد والزعيزعي عز الله انه بتروح الطبخه فيها. بس ساير عنده كلام ثاني باذن الله. خلينا نشوف ساير شو يقول. ساير بيعطينا حقنا بعد الله. ساير انا اترك لك المجال كامل الان. تعلن يا ساير؟ قبل لا يعلن هو شيء انه يقول شو الوضع شو صار فيه؟ الوضع فيه كآبة. وش رايك اليوم انا اعلن الفايز؟ تحت امرك لك اليوم بس ايه؟ اول مرة يعني بتقيم؟ هو بيعلن الفايز بس اول شيء خبرنا مين عشان انا اخبر اللي خبرتهم دان. انزين قبل لا نروح للفايز اليوم معانا ها؟ تسحب على ما ادري ولا يقول خبركم اي خبرتهم هني بجيهم. الله يقطع بيسك لك تعال تعال. إنزين قبل لا نروح للفائز معنا في فقرة مذاق اليوم بنسحب على 4 فائزين. شباب الفائز الثالث بياخذ 50 خطوة. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا سؤال الفقرة شنو كان يا شباب؟ محمد. سؤال الفقرة. كم مرة تم ذكر اسم نوح في القرآن؟ نبينا نوح عليه السلام. كم مرة الإجابة؟ 13 ولا 33 ولا 43 مرة؟ ايش تتوقعون؟ كم مرة؟ 43. اللهم زد إيمانك يا شيخ. شو الذكاء؟ حبيبي انت. انزين. نقول بسم الله. طبعا كاريزما الآن ما شاء الله حول 12,000 تغريدة. ما شاء الله. على هذا السؤال.
لا على التاك كام. يلا يلا نقول بسم الله. اول فائز معانا ها من خمسين خطوه. لا يا انت كريم يا رب. نقول ستوب. 43 خطوه لرهف كاتبه 43 عمر بن هداف. الف الف مبروك اختنا استماعنا بجائزه مقدمه من المليون شجره. الله يخليك. الهدية الثانية الله يقطع ابليسكم لحد يتصل والله صك بلوك. نقول بسم الله. لحظة مسامحة. ستوب. التغريدة اللي بتي الآن كاريزما الله يقطع ابليسك ركان بن ملهي اللي هي إيلين العرجاني. ألف ألف مبروك أختنا إيلين. في استماعنا بجائزة مقدمة من المليون شجرة. الفائز الثالث اللي بياخذ شنو يعني؟ عشان العرجاني فائز. أول فائزة. لا 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 لا. شلون يعرفها؟ أنت قلت قلت فلان العرجاني. عرجاني. يعني زي ما تقول مثلاً إلين الزهراني وأنا زهراني فهمت؟ وأسوي زيه. تسوي نفس الشيء؟ أيوة. يلا. يلا إذا جتني خمسين إذا جتني 50 خطوة أصلاً بسوي زيك. هاي هاي مش هاي كله لنا الصور. لا انت بس اوكي تمام انزين. الفائز الثالث معانا خمسين خطوة ساير. انا خمسين خطوة اللي بياخذ الخمسين خطوة بس تقول اسمه اسحب وشوف. الله يستر ترى. لا ليش تخش بالتاك انت كريم يا رب. صح ما كذا خلاص. اوه انت انت مشكله قاعد تتحرك. هو كان انا مزوم عشانه هو شوف. لا انت قاعد هاي هاي بنت الدينه بس اقسم بالله صكك بلوك وزع على صكك يوزع انك زقنا. شوف خلاص اجل حطنا طيب خلاص زين. لقابة كذا زين روح. يلا بسم الله يا رب. نقول بسم الله. خمسين خطوة يا ترى حق مين؟ حق ما تدري. تمام يا يوسف روح بسم الله. يلا اسحب الحين عندك خلاص. هذا هذا بوخر ذا الاتصال ما يكتب ديسك. المشكلة اللي يتصلون دولي يخربون أم الوضع. يلا روح بسم الله. ستوب. ايه هاي اللي هو هذا اكتب من قريته؟ اي عرفته؟ اي ما اعرف. شباب اللي اخذ ال 50 خطوه هو من هو لا الحين ترى بس انه يلا توكل له. خليني ازفه ترى ما شفت الاسم. سبحان الله. بس الاجابه صحيحه؟ اي يلا توكل. نقول الف الف مبروك اخونا عمر بن هذال 50 سهل. خطوه. يلا استودعتكم الرحمن. تعال 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 ها تعال تعال اعلن تعال اعلن. لا لا اللي بيعلن حمد تعال اعلن. لا اعلن حمد انت قلت قبل شوي. لا لا اللي بيعلن حمد انا انا روح لين حمد انا اعلمكم ليه. انا عندي موضوع عندي بخلصه فيه ذا. يلا يلا الله يوفقكم. قبل قبل لا يعلن حمد انت تعرف اخطائك دقيقه تعرف اخطائك ان الرز انا ابي ايه ابي شنو اغلاطهم ان الرز زودنا عليه مويه. الرز زودت عليه مويه صح. لا 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 تقول يعني لا 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 هو بيعطي اغلاط هني واغلاط هني. وانت تعرف وش اغلاطك فيه؟ وش فيه؟ اني زودنا الحار شوي بس يعني انت ما تزود بس كلك جبت العيد يا الغالي كلنا فريقين. شباب يعني عشان اقول لكم شوف هو جاب العيد. اسمع لا حد لا حد يقيم رجوكم بالله. انت جبت وانت جبت العيد و شو اسمه المخرج معي قبل شوي والله يوفق الجميع. مع ذلك وما اخطا يا ساير يا ساير ومع ذلك يا ساير ساير قبل لا تروح مع ذلك انا لازلت اعلن تحدي ضد وليد الزهراني اللي افوز عليه. ليش في المطبخ؟ في المطبخ. الف مبروك ما ابغى عادي. لا 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 تقول امس لكن غير المطبخ ما تقدر. لا ان شاء الله احنا ان شاء الله احنا حمود ان شاء الله انا واثق من طبخ. انا لازلت وليد خلاص انا واثق من طبخ. انا واثق انا واثق بس ما لا جيت تحداني لا تحداني في الطبخ. انا في كل شيء اتحداك الطبخ من ضمن التحديات يا وليد زهراني.
حلوه ترى. هذا اللي يقصده سلطان حمد ترى. يلا بسم الله. زين شباب عشان نعلن الفائز، بس في شيء اهم من الفائز انا عندي بالنسبه لي وبالنسبه لكم انتم. شنو؟ وقف الام بمكه المكرمه، وقف نال على شرف الزمان وشرف المكان في اطهر بقاع الارض في مكه المكرمه. يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. تبي تكون من هالمتقين؟ يقول سبحانه وتعالى في وصفهم: الذين ينفقون في السراء والضراء، عشان تكون من هالمتقين. فلا تحرم نفسك الاجر. وقف في اطهر بقاع الارض، وصلنا نسبه كم يا شباب؟ 75%. يعني باقي كم؟ 25. وانا اقول زاد الوقف باذن الله لحد مكتمل. راح الكثير في يوم من الايام كنت اقول النسبه 15 و20 و22 و40، اليوم قاعد اقول 75. باقي ايام معدوده على البرنامج، خلونا نفرح اليتامى والفقارة والمساكين. راح لهم شباب وشافوهم وشافوا حاجتهم. فلا تحرم نفسك وتبخل على نفسك بالأجر. أنت المحتاج أكثر من هذول الفقراء والمساكين. مني لكم أقول كن معانا في هالوقف، ولا تسلم علينا من بعيد. ساعدنا ما تقدر بالنشر، تبرع وتصدق وأنفق. أسلم يا قلبي. كن معنا. أي كن معاي. قول شيء عن الوقف يا قلبي. خلاص ما شاء الله تبارك الله، انت انا استمتع وانا اسمعك والله يا قلبي. الله يعطيك الصحه والعافيه. كن معنا. واقول الدال على الخير كفاعله. كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال ان صدق بل تزيد بل تزيد بل تزيد. الله يجزاك خير. ما شاء الله يا حمد يا اخي، كلامك انت مقنع وسلس وجميل جدا. هذا من فضل ربي ليبلوني. الحمد لله على النعمه. هاي النتائج خلينا نروح ناخذ لنا غطه قبل الشباب عشان نختم. باقي فائز ثالث بنسحب عليه. انا صكيت فائز الرابع، انا صكيت والله تويتر من زود الازعاج. زين صكيت سناب كام. كاريزما 73. الفائز الرابع بجائزه من السيف جاليري. شيل وجهك. عادل من هيف. من هيف عادل من هيف. قول ستوب. ألف ألف مبروك. قفل اتصالات. اتصالات جيت أقفلها أساعده والله. استغفر الله. ألف ألف مبروك أختنا أم مالك. بيض الله وجهك. أي نعم بيض الله وجهك. وليد الزهراني. بيض الله وجهك. كاتبه وليد الزهراني. ألف ألف مبروك. تستاهلين. فزتي معنا بجائزة مقدمة من السيف. تستاهلين. جاليري. فألف ألف مبروك يا أم مالك. والفايز معنا اليوم في فقرة مذاق، ما عندنا شيء اسمه مطبخ يا شباب، لا يغركم الرادار، ترى بسبب إيقافهم يمكن هم ما يعرفون فقرات البرنامج عدل، ومعذورين صراحة ما يتابعون. إيش؟ الرادار. ما في فقرة اسمها ترى المطبخ على فكرة، في فقرة اسمها مذاق. حمد لبيت. لبيك أنا لو سمحت، لا تعرض الرادار، تراني أحبهم. أحبهم مرة. انت تحبهم وانا احبهم، انا ما اتكلمت عن اشخاصهم ابدا. انا هني فقره، انا اتكلم عن الفقره. اسمع خليني بقول لك، وهي وجهه نظر وراي من حمد، تحترمها اهلا وسهلا، ما تحترمها كهو الباب تطلع وياه. هذا الباب ولا اني طالع، وانا احترم حمد واحترم اراءه واحترمك. اسلم يا حمد. زين يا شباب الف الف مبروك للشباب اللي متواجدين معنا اليوم وفازوا معنا في فقره مذاق. أغلاط بسيطة، فلفل، ماي زايد، حرق هني وهني حرق، هني نظافة وهني نظافة، بس ساير النهار قيم. وقال الفايز معنا اليوم في فقرة مذاق هو الفريق. ألف ألف مبروك، 600 خطوة لهم. فريق مكون من شخصين. إي صح ما صح. لا أمس الفريق مكون من كم شخص؟ شفت شلون؟ واليوم برضو من شخص. وليد وعادل روحان تلتقيان في شخص. اللهم زد إيمانكم يا شيخ. وبما أن وليد وعادل روح ملتقية في شخص واحد، فأقول ألف ألف مبروك الفهاد البقومي. وليد الزهر. ألف ألف مبروك للشباب الأربعة.
ألف ألف مبروك للشباب الأربعة، روح الأخوة، روح الصداقة، روح التعاون. طيب طعم طبختنا مو زين، ليش ترى انا سكت شنو شنو يقول طعم طبختنا حلو ما حلو انت تعرف انت اصلا تقول والله لا لا احنا والله طبختنا حلو بس احنا زودنا الموت تعال وين زين. في ختام فقره مذاق اقول بكل سعاده وبكل ابتسامه السعاده اللي يرسمونها الشباب على وجوهكم على محياكم اقسم بالله ترى انتم تستاهلونها حبيبي الله يعزك شكرا لكم من القلب تستاهلون كل خير في المطبخ حبيبي حبيبي الله ييسر لك عمرك تستاهلون كل خير الشباب يبون منكم شيء واحد لا تنسونهم من الدعوات والله الله بقبلهم في امان الله وحفظه ورعايته السلام عليكم في فقرة مذاق يلا نبدأ السباق في فقرة